على بركة الله وبتوفيق من عنده نلتقي هذا اليوم في هذا المؤتمر الذي يعد واحد من الفعاليات التي ذهبت مؤسسة المدى على إقامتها في مختلف الظروف والمناسبات. اليوم هذا المؤتمر الاقتصادي الموسوم الإصلاحات الاقتصادية بضوء المطالبات الشعبية يأتي منسجماً ومتناغماً ومتناسقاً مع حالة الحراك الديمقراطي والسياسي التي يشهدها البلد هذه الأيام. وحقيقةً ارتأينا في مؤسسة المدى أن نقيم هذا المؤتمر انطلاقاً من نهجها الدائم على أن تمثل نبض الشارع وأن تبحث عن الحقيقة دائماً كما هو ديدنها منذ انطلاقتها الأولى ولحد اللحظة. ولا يفوتني في هذه الفرصة أن أقول أن هذا المؤتمر كان من بنات أفكار الأستاذ فخري كريم رئيس المؤسسة الذي وجه بأن يقام هذا المؤتمر وبهذه السرعة ليأتي متناسقاً كما نوهنا ومتناغماً مع الحالة التي يشهدها البلد والمطالبات أن القاسم المشترك بينها هي مطالب اقتصادية وخدمية بامتياز. ولذلك كانت هذه المحاور أمامكم. المحور الأول مثل ما هو مثبت يتحدث عن الطاقة وسيكون التركيز على الكهرباء، والمحور الثاني يتحدث عن الأمن الغذائي والتركيز على البطاقة التموينية، فيما يتحدث المحور الثالث عن الفساد المالي والإداري. سادتي الأكارم، نحن مسرورون جدا في مؤسسة المدى أن تكون بيننا هذه النخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين وحتى الناشطين، وهذه فرصة للتحاور كما أنها فرصة للخروج بتوصيات من شأنها أن تكون عون لمصادر القرار السياسي والاقتصادي في البلد، وكما هو دأبنا وكما هو عملنا دائما في هذه المؤسسة الإعلامية أن نكون دائما مع الحدث وفي قلب الحدث. سادتي الأكارم، مثل ما هو مثبت أمامكم هنالك محاور ثلاث. الآن نبدأ بأعمال الجلسة الأولى، والجلسة الأولى مثل ما قلنا تتحدث عن الطاقة، وسيترأس هذه الجلسة الدكتور سعد الخفاجي، فيما يكون مقرر الجلسة الأستاذ عودة يوسف سلمان. يتفضلون على المنصة. يعني قبل أن نبتدأ أعمال الجلسة الأولى بودي أن أقول نحن في هذا المؤتمر أردنا أن ننوه إلى حالة نراها غاية في الأهمية. نحاول أن نزاوج بين الحالة الأكاديمية والحالة الإعلامية، وأن ننزع قدر الإمكان الصرامة الأكاديمية المعتاد عليها في المؤتمرات في مثل هذه الظروف. ولذلك ستكون الجلسة على شكل أوراق عمل وليس بحوث أكاديمية يعني تعتمد القياسات والمعايير الأكاديمية المتعارف عليها. كما لا بد أن ننوه لأننا محصورين بوقت، فأتمنى مخلصاً على الباحثين أن يختصروا قدر الإمكان وأن يلتزموا بالوقت. شكراً جزيلاً. تفضل. الحضور الكرام، أتمنى أن تسير صغيرة عن
سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحور الأول سيكون حول الطاقة، ومثل ما تفضل زميلي قدم قبلي حول الكهرباء بشكل خاص مع مناقشة بقية مصادر الطاقة. لدينا وقت بمقدار 45 دقيقة، راح نحاول آخر 10 دقائق نتركها للإخوان اللي يريدون يشاركون في النقاش، والبقية للمتحدثين. الحقيقة معناها أنه إحنا عندنا لكل متحدث 10 دقائق فقط، فأرجو الإخوان ابتداءً الالتزام بهذا الوقت. وأنا أعرف أنه كثير من الأخوان المتحدثين عندهم الخبرة والمعرفة مما يغطي يمكن الجلسات كلها مال اليوم، ولذلك لا، إحنا نطلب لأننا نعرف أنه هم قادرون على تلخيص ما موجود وما يريدون يطرحوه بالعشر دقائق هذه. ولذلك أدعو الأستاذ الدكتور أحمد بريهي، وهو معروف لدى الكل، وأعتقد هو غني عن التعريف، وما أحتاج إلى طرح اسمه لأنه أحمد بريهي معروف من كان وزارة التخطيط ومن اشتغل، وحاليا هو يعمل في البنك المركزي. نائب محافظ البنك المركزي عفوا. يعني الحقيقة واكبت الدكتور أحمد أكثر من 30 سنة، صح أشخاص ما أحد يعرف بعض، لكن أكيد أسماء واحد يعرف الله. تفضل دكتور. ان شاء الله اسويها 5 دقائق. دكتور احمد اكيد مذكر، هي الكلمه الى جانب ان شاء الله 5 دقائق اسويها. شكرا جزيلا حضرات الذوات الافاضل، حضرات المعالي الاستاذ الدكتور رائد فهمي والضيوف الكرام، شكرا جزيلا على هذه الدعوه الكريمه. حقيقه احنا نهتم في قطاع الطاقه من زاويتنا كاقتصاديين، لان احنا مو مهندسين في الكهرباء ولا في النفط. تعرفون حضراتكم ان العراق هو بلد لديه المفروض من الناحيه المبدئيه على الاقل مزايا اقتصاديه نسبيه في الهيدروكربونات في النفط والغاز، وهذه المزيه الاقتصاديه النسبيه المفروض هو يستفيد من عندها، وتوجد منذ زمن بعيد في التنميه يوجد منهج يقول انه الصناعه المفروض تكون اما بالدرجه الاولى تكون على ترتكز وترتبط بشكل من الاشكال في المورد الذي يكون البلد غني به ولديه مزايا اقتصاديه فيه. قضيه النفط الخام، تعرفون انه اخر التطورات الاخيره التي صارت في النفط الخام هي اتفاقيات الخدمة، الاستثمار عن طريق الخدمة، وهذه الاتفاقيات هي التعاقد مع جهة تستثمر ثم تسترد ما أنفقت بعد مدة، وكيف تسترد هذا مبين في النموذج مال عقود الخدمة، وهي أيضا بالتأكيد تسترجع النفقات التشغيلية وتأخذ ما يسمى أجرة الخدمة على البرميل الواحد، وهذه أجرة الخدمة أيضا مقننة في هذه الاتفاقيات. وعلى كل حقل من الحقول المتعاقد عليها أسست شركة تشترك فيها شركة النفط المعنية بنسبة 25% والشركات الأجنبية المؤتلفة معها، وتدفع ضريبة للحكومة بنسبة 35% من صافي
أرباح. المفروض هذه الشركات بعد أن ترفع مستوى الإنتاج بنسبة 10% عن هذا الأساس الذي بدأنا به، وهو الأساس ما قبل التشغيل، الإنتاج النفطي ما قبل التشغيل حسب الشركات الجديدة، وينقص سنويا بنسبة 5%. هذه الزيادة هي التي تأخذ عليها أجرة الخدمة، وعندما تتجاوزها بنسبة 10% تستحق ما تعاقدت عليه. من الناحية النظرية الإنتاج سوف يرتفع إلى حوالي أكثر من 11 مليون برميل يوميا، ولكن عندما نأخذ بنظر الاعتبار أن الإنتاج الحالي سوف يتقمص، ربما تكون النتيجة أن الإنتاج من الناحية النظرية يتجاوز 10.5 مليون برميل يوميا. لكن مو بالضرورة أنه هذا يتحقق، ولا بالضرورة أن العراق يستطيع تصدير يعني مثلا 8 ملايين برميل يوميا، ربما يستطيع تصدير بين 4 إلى 6 ملايين على أساس الدراسات اللي صارت حول نهوب حقول في بلدان نفطية أخرى، وبالتالي يظهر العراق لسد النقص في العرض بالدرجة الأولى، وليس بسبب زيادة الطلب على النفط في العالم، لأنه الطلب في دول OECD على النفط يتراجع، وهو يعني نمو هذا الطلب سالب، وسنويا النقص في الطلب هو يتجاوز المليون برميل في دول OECD، والزيادة الجديدة في الطلب على النفط كلها من البلدان النامية، ومن المتوقع أن تسهم الصين والهند خاصة في هذه الزيادة. المشكلة أنه إحنا عندنا الغاز أيضا، عندنا لدينا وفرة في الغاز تكفي لسد الطلب وتصنيع الغاز والكهرباء، ويستطيع تجهيز الكهرباء في متطلباته. بالنسبة للكهرباء حسب اطلعت على البيانات اللي موجودة، من الناحية النظرية لدينا طاقات قسم منها محطمة وقسم من عندها تحتاج إلى تصليح كبير، وهذه المحطمة تحتاج إلى إعادة. جمعتها الطاقات تسوي 18000 ميجا واط، ولكن الإنتاج الفعلي الآن 6.8 ميجا واط حسب بيانات الكهرباء، وحسب تقدير الكهرباء نحن نحتاج إلى 11000 ميجا واط. طبعا الإنجاز لا توجد، يعني عدد المحطات التي أنجزت بعد 2003 كلها بمجموعها لا تعادل 600000 ميجا واط، والآن أكثر المشاريع مع الكهرباء هي تحت التنفيذ، ولكن لم أستطع التعرف من موقع وزارة الكهرباء ما هي الدرجة التي وصلت إليها في التنفيذ. نجي على الرابط لأنه الوقت محدود. وزارة الكهرباء تفضل الاعتماد بالدرجة الأولى على الغاز، ولكن في واقع الحال لحد الآن لم نتمكن من توفير الكميات التي تطلبها الكهرباء من الغاز. أحيانا نستخدم نفط خام، وأحيانا نستخدم هذا النفط الثقيل من المنتجات النفطية، ونستخدم أحيانا الغاز أويل، وعندنا محطات تشتغل بكافة مع الوقود، ومحطات تعتمد على الغاز خاصة. في الآونة الأخيرة، اللحظة الأخيرة والتي تحتاج إلى تقييم هذه، توجه الحكومة إلى تحويل الكهرباء أيضا إلى عقود استثمار شبيهة بعقود الاستثمار النفطي، أنه يأتي المستثمر الأجنبي يؤسس الطاقة الكهربائية، وبعد ذلك هو يعني يتولى بيعها بطريقة لم تكن واضحة لحد الآن للحكومة. الحكومة تستلمها وتجهزها، ليست واضحة طريقة التعاقد لحد الآن. بالنسبة للتصفية، احنا تجاوزنا 500000 برميل يوميا قبل 2003، تجاوزنا 500000 برميل يوميا، ولكن بعد 2003 لم نتجاوز 480000 برميل يوميا ابدا بعد 2003. في واقع الحال حسب تقديرات سويتها وبالمقارنة الدولية مع بلدان اخرى، اذا الاقتصاد العراقي ينهض ويستمر نمو الرفاه، المفروض احنا نصل الى حد استهلاك ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميا، وهذه تحتاج مدة طويلة، يعني نحتاج مدة للوصول الى هذا المستوى من الاستهلاك. لحد الان المصافي تحت
التنفيذ لا تستطيع بلوغ نصف هذه الزيادة. وتوجهت وزارة النفط بالآونة الأخيرة إلى التعاقد مع مستثمرين لإنشاء مصافي في العراق. الشيء اللي أنا أريد أطرحه أمام حضراتكم، من الضروري جدا الاطلاع على عقود الاستثمار هذه وملاحظة خاصة قضية السعر، السعر اللي راح يباع به النفط الخام من إلى هذه الشركة المستثمرة، وملاحظة مقدار الخصم في السعر. أنا أدعو إلى إجراء إلى إخضاع جميع العقود، عقود الاستثمار، إلى تحليل اقتصادي ومالي، كذلك الذي يستخدم في تحليل المشاريع لا فرق، وبدون إجراء هذا التحليل والإخضاع لهذا التحليل الاقتصادي والمالي من وجهات نظر عديدة، أخذ الجانب الاقتصادي، الجانب البيئي، الجانب الاجتماعي، وعلى الأقل الجانب المالي، كي نعرف أنه معدل العائد الداخلي لهذه الشركات المستثمرة كم سيكون وما هي البدائل الممكنة. أعتقد أنه العراق يجب أن يتجه من الآن إلى صناعة تحويلية تعتمد على أفرة في الطاقة وعلى التصنيع النفط الخام، ليس فقط في البتروكيميكال وإنما في الصناعات التي تسمى كثيفة الطاقة مثل الحديد والألمنيوم وغيرها، وهذا ما لم نبدأ به لحد الآن. أنا أدعو إلى زيادة إنتاج النفط وزيادة تصنيع النفط للمنتجات النفطية والبتروكيميائية وزيادة الكثافة في استخدام الغاز، وأنا مع كل التحفظات التي قيلت على استثمار الغاز في الجنوب، فإنه إن الهدر الغاز المحروق في البصرة يقدر ثمنه بحوالي 2 مليار دولار سنويا، وكل الفروقات التي تحدثنا عنها هي لا تعوض هذا الهدر الممكن. أقدر أن القطاع العائلي يعاني معاناة كبيرة بسبب قطع التيار الكهربائي، ولكن أننا أخفنا حقيقة هائلة، حقيقة مروعة، أنه زيادة تكاليف الطاقة مرتين بسبب رفع أسعار المنتجات النفطية وبسبب التحول من الشبكة الوطنية إلى الكهرباء المولد بالخاص، رفع تكاليف الإنتاج إلى مستويات أجعلت الصناعة العراقية لا تستطيع المنافسة أبداً، وأسهم في تدمير القدرة التنافسية الدولية للعراق، مثل ما زيادة الأجور أسهمت ومثل ما خفض سعر صرف العملة الأجنبية أسهم. ولا أستطيع استغلال وقتكم أكثر من هذا، أني أترك المكان للآخرين وسوف أتحاور معكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد. الحقيقة أدعو الأستاذ محمود عبد الله زيدي. الأستاذ محمود عبد الإله الزيدي ما موجود. إذن أدعو الأستاذ حمزة الجواهري. أستاذ حمزة الجواهري هو راح يقدم نفسه لكم. حمزة الجواهري مهندس نفط بحلول 40 سنة خبرة، بدأتها مع الاي بي سي العراق، بعدها ب6 سنوات أو 7 سنوات رحت إلى الجزائر مع سونتراك، بعدها 23 سنة مع أدكو اللي هي إكسون، يعني إكسون مورغان وبي بي وشيل وتوتال، يعني شركات خلينا نقول 7 كبار، بعد 23 سنة،
بعدها بالقطاع الخاص في الصناعة النفطية بالإمارات كتكنيكال مانجر لشركة في تطوير الحقول كبيرة. كتبت عشرات الدراسات وانشرتها في مجال التكنوليكونوميك ومجال التكنيكال ادمنستريشن. حقيقة هذه الدراسة الآن هي تنشر حاليا بالملحق الاقتصادي إلى المدى، ظهر من عدها لحد الآن عددين هي بحدود 13 و 14 حلقة، يعني كتاب صح التعبير. الحلقات القادمة تأتي تباعا واحدة كل أسبوع. الموضوع الآن اللي راح أتحدث عنه هو تحديدا الغاز والكهرباء. الغاز والكهرباء تحدث الدكتور قبلي عن عقود النفط، عقود التطوير، وأطلق الفكرة عنها، لكن هناك نقطة غاية بالأهمية موجودة بالعقود بالبروتوكولات تحديدا، أنه يجب أن تستغل الشركات الغاز بعد سنة من بدء الإنتاج بحيث أنه لا يحرق شيء من عنده، ما يسمى بمشروع الزيرو فليرنج. الآن بعض الشركات وصلت إلى إنتاج 10% وبعضها بدأت صار لها سنة. ينبغي الآن أنه يكون الشركات هذه أنه عندها وسيلة لاستغلال الغاز، أسهل وسيلة وأرخص وسيلة لاستغلال الغاز هو تحويله إلى كهرباء. لكنه اللي نلقاه العكس الآن هو أنه الشركات تأخذ الكهرباء من الشبكة الوطنية. خلينا نأخذ المثال، مثال البصرة، البصير. البصرة حصلتها بحدود 800 حسب معلوماتي المتواضعة من 100 ميجاوات، وال 800 ميجاوات هذه تأخذ من عندها الشركات اللي تعمل شركات النفط 450 ميجاوات حاليا، يعني اللي يبقى إلى البصرة بحدود 350 ميجاوات. ال 350 ميجاوات تشارك الأهالي الناس بها كل المعامل اللي موجودة بالبصرة وخطوط الطوارئ و يعني المسؤولين اللي هم طبعا يستهلكون كميات هائلة من الطاقة في بيوته إلى آخره. بمعنى أنه المواطن البصري يعني ما يوصل لشيء من الطاقة. اللي يزيد الأمر سوءا هو أنه الشركات لحد الآن لا مخططة ولا جاي تبني محطات طاقة لاستغلال الغاز، بالرغم من أنه هو الشرط عقدي ويلزمهم أن لا يحرقون الغاز. الآن بدأت شركة بيبي والسي إن بي سي ينتجون 10% من تعهداتهم، وأيضا هناك أكسون موبل وشيل وغرب القرن واحد أيضا بدأوا ينتجون 10% من تعهداتهم. بمعنى أنه هم الآن هذول الثنيين المفروض أنه يولدون طاقة وما يحرقون الغاز، لأنه ما عليهم سنة حقيقة من بدء العمل. هذا الشيء اللي جاي يصير خطأ، لأنه الآن مثلا في حقل الرمل ينزلون بالآبار لغرض الإنتاج مضخات غاطسة. المضخات الغاطسة كل اثنين من عندها تكفي لتزويد حي بصري بالكهرباء بالكامل، لأنه تحتاج طاقة هائلة جدا. والشركات والوزارة تتغاضى عن هذا الموضوع في حين أنه هو شرط عقدي يجب أن يلزموهم به من اليوم، بل من اليوم الأول أنه كان عليهم أن يحطون محطات طاقة تكون الآن جاهزة، إنتاج الطاقة الكهربائية تكون الآن جاهزة، مو فقط تطل البصريين وإنما تجهز العراق، لأن بعد عكس التيار بدل ما يأخذون يقومون ينطون بنفس
المنشآت اللي موجودة حاليا، هذاك الوقت يكون عندنا فيض من الطاقة ليس للبصرة فقط، البصرة تأخذ ذاك الوقت 800 مالتها، وأيضا ينطون باستطاعتهم إلى العراق إلى مناطقه، مثل ما يصير الآن في الأحدب. الأحدب الشركة الصينية أول ما بدأت قبل ما تضع منشآتها، قبل ما تضع الآبار، بدأت في بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، واللي هي محطة ليست على أساس أنه الغاز، وإنما على أساس الحرارية، يعني بالبخار، بخار الماء. اللي يزيد من الأمر سوءا أنه الاحتياجات راح تزود، وبالتالي مهما كانت حصة البصرة من الكهرباء، الاحتياجات اللي راح تجي للنفط إلى شركات النفط راح تكون أكبر بكثير، وبالتالي أنه راح نوصل إلى فرتحات يوما ما قريب جدا، أنه البصرة راح تكون حصتها من الكهرباء صفر، في حين هي المكان اللي ينتج الكهرباء. بالنسبة إلى عقد الحكومة مع شيل بالنسبة إلى استغلال الغاز في الجنوب، الآن إحنا قلنا يحرق عندنا بحدود الألف مقمق، يعني مليون قدم مكعب قياسي يحرق الآن. تعاقدت الوزارة أو تفاهمت الوزارة مع شركة شيل أنه ينتجون أو الأحرى يستغلون المشاريع الواقفة اللي هي حطمتها الحروب مال صدام بمناصفة مع شركة غاز الجنوب. حقيقة هذا المشروع ممتاز جدا مثل ما فضل الدكتور أحمد بريدي، لكن به أيضا نواقص مهمة. النواقص هذه لعفوك بس لحظة. أولاً أنه هو ما يأخذ بنظر الاعتبار أمور كثيرة، أهمها مسألة إعادة بيع الغاز إلى العراق، لأنه العراق وفق هذا العقد يبيع الغاز بالأسواق العالمية، بالأسعار العالمية. بيع الغاز بالأسعار العالمية الآن الأسعار جداً غالية وراح ترتفع أكثر. الآن سعر الغاز في أمريكا طبعاً إحنا ما نخضع إلى هذا السعر، 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية. في أوروبا 8 أو أكثر من 8 قليلاً، في آسيا أيضاً نفس الشيء. الأسعار إلى العاجلة إلى الغاز لكل مليون وحدة حرارية في آسيا وأوروبا 14 إلى 15 دولار. حقيقة إذا أردنا نشتري إحنا نعيد شراء الغاز من هاي الشركة من اللي هي شيل وشركة غاز الجنوب، معناتها أنه إحنا ما رح نقدر ننتج كهرباء بالمستقبل، لأنه يكون جدا غالي. حقيقة الدول لما عندها هيك نعمة غاز، ما المفروض أنه تصرف بهذه الطريقة، يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار حاجات البلد المحلي، خصوصا أنه إحنا بلد نامي ونريد نطور صناعات بتروكيماوية، الشغل الناس الشغل، يعني نريد نطور كل صناعة. أصلا الصناعات البتروكيماوية هي الأساس لكل الصناعات التحويلية اللي تجي بعدين، وبالتالي أنه إحنا حكمنا على البلد بعدم التصنيع في هذا بهذا الأسلوب، لأنه ما أكو مستثمر الآن بعد يجي يقدر يستثمر بالصناعات البتروكيماوية، يروح يقعد في بلده ويستثمر بالصناعات البتروكيماوية. شنو ليش جاي للعراق؟ ليش جاي للعراق إذا هو ده يشتري مثل ما يشتري في بلده الغاز؟ إذا يروح يقعد في بلده ويفضل. هالشكل إحنا فقدنا فرص عملية أبنائنا، فقدنا فرصة لتطوير صناعات بتروكيماوية، فقدنا فرصة إلى تطوير صناعات تحويلية هائلة جدا ممكن أن نصنع البلد بالكامل.
هاي الصناعات التحويلية، يعني بمعنى أنه الشغل أكثر من خمسة مليون فرصة عمل إحنا فقدناها بهاي المسألة. أريد أخذ مثال السعودية. السعودية ظلت تناضل لمدة 10 سنوات مع منظمة التجارة العالمية، ذولاك يرفضون وهذول يلحون أنه يكونون بالمنظمة. ليش؟ لأنه السعودية تقدم الغاز بأسعار رمزية، أو خلينا نقول بدون أسعار بالنسبة للكهرباء، وهذا بالتالي أنه منتجاتها راح تنافس منتجات الدول اللي هي منتمية إلى منظمة التجارة الدولية. ظلت 10 سنوات وقدرت المنظمة السعودية أن تنتصر وأن تنتمي إلماً إلى منظمة التجارة الدولية. أعطيكم مثال آخر، مثال آخر أقوى بعد. أمريكا نفسها، إحنا قبل شوية قلنا أنه بأمريكا سعر المليون وحدة حرارية من الغاز $4، لكنه في آسيا وأوروبا 8 والآجلة 14 إلى 15. ليش بأربعة بأمريكا أرخص من البقية؟ حقيقة هو أنه أمريكا ومنذ زمن بعيد مكتشفين، وعندنا أيضا موجود في كل الكرة الأرضية، ما يسمى بالشيل غاز، اللي هو الغاز السجيلي، اللي هو ضمن طبقات سجيلية كبيرة جدا، هو ستريكس مال يعني سيلتستون وساندستون اللي هي تحتوي على الغاز. هاي ستريكس لا يمكن أنه أنت تنتجها بشكل اقتصادي بأي حال من الأحوال إلا بعد أن تطورت بالفترة الأخيرة أو بالعشرين سنة بالعقدين الأخيرة تكنولوجيا الحفر الأفقي بالكامل. علي أسف باقي بشوية وبعدين الثالث بعد ما وصل فالغاز السجيلي، الغاز السجيلي حقيقة الآن قام باستطاعتهم أن يحفرون بالبئر 10 آبار، لأنه هو يحفر البئر ويطلع من عنده حفرة أفقية ثانية ثالثة رابعة، وبالتالي وهاي الحفرة الأفقية ممكن أن تمشي عنده توصل إلى بحدود الكيلومترين بشكل أفقي. هاي الآبار صارت تنتج غاز بكميات كبيرة جداً، وصار عندهم جدوى اقتصادية عالية جداً إلى هذا الغاز، لكنه والآن صار عندهم فائض بالإنتاج ل10 سنوات قادمة، والجهود المكثفة الآن بالحفر على الغاز السجيلي ربما راح تخليهم أنه يكونون بوضع أفضل بالسنوات القادمة. يعني ال10 سنوات القادمة، بعد 10 سنوات ربما راح نلقى عند أمريكا 20 سنة طاقات إنتاجية فائضة موجودة عندهم. ومنعت أمريكا تصدير الغاز السجيلي تحديداً. ليش؟ لتوفير فرص عمل في داخل بلدها، لتشجيع الصناعة البتروكيميائية اللي تعتمد على الغاز في بلدها. العراق يريد يصير ملكي أكثر من الملك. اللي يقف وراء سياسة اقتصاد السوق بالعالم هو أمريكا، وهو اللي يدفع باتجاه اقتصاد السوق. لكنه بنفس الوقت لما جت المسألة تتعارض مع مصالحه وفي داخل بلده، منع تصدير الغاز كمنتج لا على شكل خام ولا على شكل LNG ولا على شكل LPG، وبقى يستورد LNG أو LPG من قطر وغير قطر، الدول اللي هي تنتج هذا الغاز، هذا النوع من الغاز. يعني الحقيقة هو الغاز كله يطلع، لكنه لا يستخرج من عنده، اللي هو الـRNG أو الـRNG ويباع. فإحنا بيجي حالة اللي نطالب به هو أنه هذا العقد يجب أن يعيد النظر بهاي المسألة، مسألة أنه الغاز يجب أن يكون المن إلى. أضف إلى ذلك أنه إحنا الآن بعد أن طلع من عند هاي الشركة الـRNG يبقى عندك الميثين غاز وين راح يودوه؟ الآن ما موجود عندنا أي خط ينقل الغاز إلى أي مكان بالعراق. أكو عندنا شان الخط الموافق إلى أو الموازي إلى الخط الاستراتيجي، الآن هذا معطل. لا، في حين البلد بحاجة إلى خطين للغاز عملاقة مع شبكة من الخطوط أخرى
بداخل العراق توفر الغاز لإنتاج الطاقة في أي مكان من أماكن العراق، وأيضا توفر فرص إلى استثمار بالصناعة البتروكيماوية، وبالتالي فرص عمل وتدوير بالاقتصاد وإلى آخره، يعني خلينا نقول الكونسيكونسز مالتها الاقتصادية فورا في حال وجود هاي الشبكة من خطوط الغاز. لكنه لحد هذه اللحظة أنا ما شفت أي خطة ولا أعلن عنها، ولا شفت واحد أو أيضا يشتغل على هذا الموضوع على الإطلاق في وزارة النفط، أنه موضوع مهمل تماما. يعني إحنا قبل شوية تحدث الدكتور أنه الكهرباء ترك إلى 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 المستثمر، المستثمر شو راح يطلع كهرباء؟ شو راح إذا ما عنده غاز شو يطلع كهرباء؟ أنا يعني بعد أقدر أحكي يمكن، يعني إذا ما موجود الثالث أنا أحكي. موجود عندي الورقة أنطيك إياها. الورقة عندي موجودة أنا أنطيك إياها، بس إذا إجا موجود الثالث أنا. أوكي يلا، تفضلون جماعة يا أخي. يلا تفضلوا، أنا جاهز، والدكتور أيضاً عندنا جاهز. أنا يعني بعد عندي هواية حقيقة حديثة. الوقت أخذنا لأنه احنا قاربنا من الانتهاء، اسمحوا لي اعذروني يعني خريج ألمانيا وبالتالي عندي الوقت مقدس، فيعذروني المتكلمين عندما شزمة أطلب من عندهم الالتزام بالوقت. بالعكس أنا كل شيء أحضره هاي بس إيه ما قلت لا العفو اعذرني إذا كنت تجاوزت عليك أنا يعني. نريد نفتح المجال للإخوان للكلام. هذه الندوة العلمية القيمة لأرجو أن تتبناها الفضائيات بالكامل نقلا صوت وصورة وتعليق ومناقشة، حتى الشارع العراقي وعموم الناس تطلع على مثل هذه الأبحاث حتى تعرف حقيقتها على أي أرضية واقفة. هل أن قادتنا المحترمين الذين نكون لهم كل الود والاحترام سيقودوننا إلى بر الأمان لو يقودون إلى بئر أظلم؟ هذه البحوث سيدي الباحث الذي لديكم ولدى الآخرين، هل اطلعت عليها وزارة النفط؟ هل اطلعت عليها وزارة التخطيط؟ هل اطلعت عليها الجامعات العراقية؟ هل نوقشت مع المعنيين؟ هذا التساؤل أنا أطرحه أمامكم وأمام السيد الباحث، وأرجو له كل التوفيق وكل المحبة والتقدير على هذا العطاء الثار، وأشكركم. دكتور حسين. الآن كل الاحتياج بالعراق 13 ألف ميجا وات،
مقبلين إذا تحركت حركة الإعمار على 20,000 ميجا وات. الآن لحد الآن نشوف الجهود للشركات الاستثمارية مقدمتها جي إي، حتى لو تنصب من زافر للفار تنصب محطات، هي مو المشكلة في المحطة، هي المشكلة إنه شلون نجهز الوقود حتى نشغل هذه المحطات، لأنه حتى اليوم المحطات وكما أشار الدكتور هناك محطات موجودة تقدر بال 20 أو 18,000 ميجا وات في حال التشغيل الكلي إلها. لكن المشكلة الآن أنه نحتاج إلى وقفة حقيقية بين وزارة النفط بين وزارة الكهرباء. رأينا هنالك منصب في رئاسة الوزراء هو يعني شؤون الطاقة، نتمنى أنه يعدون استراتيجية حقيقية. هذه الاستراتيجية تدير كل ما موجود الآن من إنتاج الكهرباء وما مقبل من هذه العقود الاستثمارية التي سوف تعرضها وزارة الكهرباء، وبالمقابل أنه نحف المستثمرين ونحف حتى المستثمرين المحليين. ورأينا تجربة دانا غاز في كردستان أنتجت الآن 20 ساعة كهرباء بالاعتماد على الوقود أو الغاز الموجود هنالك في كردستان في حق الفورمور. ونتمنى أنه تقدم الحكومة العراقية على إقامة محطات للكهرباء في الأنبار في البصرة في أديالة، وبالتالي تحل هذه الأزمة. أما الإشارة لأنه عقد شغل، المشكلة أنه لو لاحظ عقد شغل الآن أنه يتحدث عن، خلي نروح ناخذ نقطة أخرى، أنه العمالة الماهرة الآن هو يقول أنا عيني 85% من العمالة العراقية الموجودة. العمالة العراقية الآن الموجودة هي عمالة متقادمة أصلاً بالخبرات التكنولوجية، صح تكت أنه بالشركات الأجنبية، هواية من الشركة الوطنية من تهدمت من 86 راحوا يشتغلون بالشركات الأجنبية برا، بس بالمقابل من رجعوا الآن عمر كلش كبير جدا، فما ممكن انه يشتغلون انه بالانتاج الفعلي. الان عندنا قاعده موجوده هي بالجامعات العراقيه، وللاسف طبعا انه الجامعات العراقيه هم قاعد تفهم لغه العصر، شلون نأهل ناس مهندسين بدورات سريعه جدا مكثفه بمعلومات دقيقه جدا حتى نأهلهم يشتغلون في الشركات الاجنبيه، لانه باكر عقبه الشركات الاجنبيه تطلع تنتهي الاستثمار 20 سنه تنتهي الاستثمار، مين راح يدير هذه العقود؟ لازم اكو عراقيين موجودين يديرون. المشكله انه وزاره التعليم العالي من صار حديث، طبعا احنا بحد العراق للطاقه المستشارين لجنه النفط والغاز والثروات الطبيعيه بالبرلمان العراقي تحدثنا عن فكره انه شلون الشركات الاجنبيه تجذب بتمويل معاهد متخصصه للمهندسين العراقيين، وبالتالي تدريبهم على البرامج الانتاجيه الموجوده، تدريبهم على الكلف، تدريبهم على كل المواضيع الخاصه بهذه الشركات بدورات سريعه جدا. لكن على ما يبدو ان وزاره التعليم ارتأت ان تفتح جامعات لمده 4 سنوات، وبالتالي نخسر او نحتاج الى 4 سنوات قادمه كي نؤهل مهندس، وهذا المهندس ياتي وراء فتره من الزمن طبعا ما يعرف السوفت وير اللي انت تشتغل به او اي معلومه خاصه بهذه الشركه اللي قاعد تستثمر، وبالتالي يحتاج من 6 أشهر الى سنه، اضافه الى اللغه الانجليزيه اللي طبعا عندنا تعبانه والمتحدث مليون طبعا انه نتحدث اللغه الانجليزيه مالتنا تعبانه. فالقصد نحتاج الى الان خطه سريعه جدا، قد تكون 6 أشهر سنه، بس المهم الوقت من ذهب والوقت جدا ثمين، فنتمنى ان تكون هنالك استراتيجيه حقيقيه تعلنها رئاسه الوزراء المختصين على شؤون الطاقه، وبالتالي تحل المشكله. اتوقع ان جلست وزير الكهرباء ووزير النفط كل الزين على العراقيين. شكرا جزيلا. الإصلاحات الاقتصادية راح تخرج التوصيات أكيد من هذا المؤتمر إن شاء الله. التوصيات لحد الآن ما تحددت آليات بخصوص موضوع الطاقة، وما نريد حتى توصيات أن تكون من نخب اقتصادية ومثقفين مرفوعة إلى أطراف العملية السياسية إلى البرلمان اللي هو ما بيكون نتيجة. الآن نتوجه بهذه الآليات وهذه التوصيات المفروض أولا إلى الشارع العراقي وإلى ساحة التحرير وإلى الشباب الفيسبوك. أريد كيفية ترجمة هذه الطلبات وهذه الإصلاحات، لأن يعني هذا حكي أغلب سمعاني، أما بالصحافة أو بالقراءة أو بالصحافة. الناس بتعرف عنا بالضبط ما يدور في هذا العصر، لا كثير من الناس بتعرف شنو قيمة الغاز
وما هو الغاز وما هو دور الغاز، وصدق هاي الكهرباء مرتبطه بالغاز يو لا؟ يعني استوينا احنا عبانا نجيب لنا كم باخر الفلنجات العرب توصل لنا او نزود الغاز وتفضل المشكله او نصلح مالت الناصريه ومالت المحمودي وتفضل. القضيه لازم نوصلها للشارع بطريقه كلش بسيطه وواضحه ومحدده. وشكرا جزيلا. لكن ايضا اكو موضوع اخر هو البطاله الان الموجوده في العراق، سواء البطاله بين الشباب او البطاله في الدوائر المترحله من الموظفين، والان لا زلنا نزيد موظفين. هل ان الدول تقاس في زراعتها وتجارتها؟ ابدا لا، تقاس في صناعتها. الدول الان الحاكمه في العالم هي الدول الصناعيه، ولا زال العراق يعاني من هذا الموضوع. نحن من 2003 ولحد الان بدات الصناعه العراقيه تتراجع بشكل كبير. السبب ليس فقط الطاقة الكهربائية، كثير من الدول ومن ضمنها سوريا سابقا كانت تعمل الطاقة الكهربائية مولدات المصانع والمعامل، ولكن كانت تصدرها للعراق في قبل 2003. الآن العراق كتجمع صناعي أخذنا عينات من البضائع العراقية المصنعة، ممكن أن تنافس حتى المصنع الصيني إذا يجينا بنفس المواصفات التي تصنع بها المواصفات العراقية، والاعتماد على المولدات في داخل المعامل والمصانع. المشكلة أنه إحنا الآن نتعامل كمصنعين عراقيين بضرائب ورسوم وغيرها، وكثير من الرسوم ندفعها للحكومة العراقية بما ظنها 5% مال برنا، لكن أيضا المستورد اللي يجيب مواصفات رديئة ومنافس السعر العراقي أيضا يدفع 5%، بينما قانون التعرفة الجمركية اللي أقر في أخيرا وعلى أساس يعمل به أجل هذا الوضع، وكنا كصناعيين فرحين بتنفيذ هذا القانون. لانه المواد الاوليه لا تزيد عليها الجمارك عن 3%، والمواد النصف مصنعه، اما المواد المصنعه فهي تبدا من 12 الى 18%. هذا يحقق لنا الربح بهذا المستوى، علما بان الصين مثلا عندما تنتج بضاعه تبيعها بالكلفه، لان الحكومه العراقيه تدعم الصناعه ب 15% وكذلك تركيا. اذا وهذا الصناعات الصغيره المتوسطه اذا دعمناها بهذا الجانب في قانون التعرفه الجمركيه اولا اللي هو القانون الاول، والاصول رفع كافه الضرائب عن المصنعين العراقيين وليس التجار، عن المصنعين العراقيين حتى نزيد نقلل من كلفه البضاعه العراقيه ونزيد من كلفه المستورد اللي هو نوعيته سيئه جدا. استاذنا الوقت هو مهم. مهم. فهذا موضوع جدا مهم. الان الحكومه العراقيه تعلق قانون الجمارك، هذا خطا وكان على الاقتصاد العراقي. مواضيع كثيرة وكان بإمكان ردنا لها في الوقت. شكرا جزيلا. شكرا. استاذ سيادة. والرجاء التحويل بمحور الندوة المؤتمر. يعني السؤال يكون يتعلق بموضوع الباحث تحديدا. لا هي ولا لا بدون تحسس حجي بدون تحسس. السلام عليكم. أود أن نربط موضوع زيادة إنتاج النفط والهرولة مع الفساد المالي. عندي حاضر أن أضيفه من أحد هذه المبالغ مال النفط، أتوسع بالإنتاج بهالشكل حتى أعطيها نجوم السراب. ينبغي أن يكون عندنا في الدراسة معقولة أنه نبرمج إنتاجنا ليش أكثر من كل طاقة. خلي يسوون احصائيه الموازنات اللي صارت، واردات النفط ايش قد راحت للدوله، والمشاريع ايش قد راح الى جيب السراق. فهاي المساله لازم تاخذ بنظر الاعتبار. احنا من حيث ندري او ما ندري قاعد نوجد اجواء حراميه، مو معناها ما ننتج، تصير موازنه. يعني كل الانتاج النفطي هسه الكثير وين يروح؟ يعني مو تهمل هم بافواههم يقولون ذلك. فودي يصير هيك النفط يكون مخزون بالارض، ما بيضا. واحنا من كنا اطفال اذكر عندنا في يسار وهاي منها عند غيري بيتي مو انا. شكرا جزيلا. دكتور نبيل.
شكرا جزيلا لمؤسسة المدى على اتاحت الفرصة للحديث عن هذه المواضيع ذات الصلة بمطالب الناس. أنا لدي ملاحظتين سريعتين. الأولى في عنوان المؤتمر، كان بودي أن يكون عنوان التغيير الاقتصادي وليس الإصلاح الاقتصادي، لأن لا توجد في العراق سياسة اقتصادية واضحة المعالم، فيها قصور وفيها ثغرات كي نعالجها. نحن في حاجة إلى سياسة اقتصادية جديدة تختلف جذريا عن السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا. الملاحظة الثانية حقيقة أن أصبت بالذعر عندما علمت بأن حصة الكهرباء في البصرة ستصبح صفر، وهذه مسألة طبعا مروعة لأنه نتيجة طبعا الفوضى الاقتصادية الموجودة في البلد. نحن نعمل على زيادة إنتاج النفط لكن في نفس الوقت نعمل على تقليص حصة الكهرباء، بمعنى أن نحن نهتم بالاستثمارات بشكلها المادي المجرد بعيدا عن صلتها بالناس وباحتياجاتهم الأساسية. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني جولات التراخيص النفطية التي طال الحديث عليها أدت إلى زيادة إنتاج النفط، نعم بنسبة 10%، لكن طلبوا من شركة بي بي أن تتوقف عن الاستمرار بهذه الزيادة، لا توجد مخازن لتخزين مثل هذه الزيادة. نحن نعمل على زيادة الإنتاج لكن لا نعمل على زيادة التصدير. ماذا نعمل إذن بالنفط؟ هل سنقوم بشربه مثلا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، أي تكنولوجيا اللي تجيب لنا إياها شركة سينغولد الأنغولية حتى تعمل على تطوير النفط الخام؟ هذه مسألة بحاجة إلى إعادة نظر. مسألة العمالة، العمالة العراقية اليوم جولات التراخيص والشركات الأجنبية كلها تستعين بالعمالة الموجودة في شركة نفط الجنوب وبالعمالة الأجنبية، لا توجد أي خطة لتشغيل عمالة جديدة، كما أن هذه الشركات قامت بتحييد شركة الحفر العراقية وقامت باستيراد أبراج جديدة، واليوم مشاكل كبيرة جدا في قطاع النفط في البصرة، وهو مرشح ساخن لحصول قد يكون نوع من الاضطرابات بين صفوف العمال العاملين. شكرا جزيلا. التغيير نحو الأفضل، وهو الكل، وما ورده الأستاذ في تعقيبه هو لا يمثل إلا الجزء. الأستاذ محمود عبد الله الزيدي. شكرا للأستاذ حمزة. تفضل. نعم، ماكو داتا شو استاذ؟ السلام عليكم. المهندس محمود عبد الاله الزيدي، بكالوريوس هندسه الكهرباء والالكترونيك، خريج كليه الهندسيه العسكريه سابقا عام 1992. اشتركت في عمليات اعاده اعمار البنى التحتيه للبلد عام 2003، وفي عام 2009 قدمت للحكومة العراقية مشروع متكاملا يعالج مشكلة الكهرباء الوطنية من الأساس، اسميته الكهرباء 24 ساعة. تناولته الكثير من الصحف ولكن للأسف لم ير النور. لدي أفكار كثيرة ومتنوعة حول موضوعات الطاقة والبيئة وعلاقة الهندسة والتكنولوجيا بتقييم الأداء الحكومي والإنساني بشكل عام. لدي بحثان علميان منشوران محليا حول موضوعات الطاقة النظيفة. حقيقة كتبت هذا ورقة العمل واسميتها الحلول المهنية لمشاكل الطاقة الكهرباء الوطنية. العفو، الحلول المهنية لمشاكل الكهرباء الوطنية. ما أن يبدأ الحديث عن الواقع الاقتصادي حتى يقفز موضوع الكهرباء ويفرض نفسه كأهم عامل من العوامل المؤثرة فيه سلبا أو إيجابا. ففي عالم الصناعة وهو بالطبع أكبر رموز الواقع الصناعي، جاء تحول المصانع والمعامل إلى استخدام الطاقة الكهربائية لتدوير عجلة الإنتاج، ليضيف أهمية أخرى لهذه الطاقة ويتوجهها بلا منافس كأول وأهم نوع من أنواع الطاقة المعروفة على الإطلاق. ولا تقل هذه الأهمية في بقية المجالات الاقتصادية الأخرى كالإنتاج الزراعي والحيواني التي دخلت المكننة فيها من أوسع الأبواب، وهي بجملتها تعتمد على الكهرباء لتوفر ناتجاً يغطي الطلب المتزايد عليه. وملخص الكلام
وهنا لا أضيف جديدا عندما أقول بأن الكهرباء أصبحت بمثابة روح الحضارة الإنسانية الحديثة، وانطلاقا من هذا التوصيف الذي يتسم بالبداهة وبتسقيط سابق القول على المشهد العراقي البائس، يتبين لنا بوضوح حجم الكارثة التي يعاني منها واقعنا الاقتصادي. ليس بسبب سوء الإدارة وغياب الرؤية والتخطيط، وهو ما سيتركه للمختصين يحدثون عنه، بل فقط بسبب تدهور وضع الكهرباء الوطنية، حيث توقفت معظم الصناعات المحلية بالكامل نتيجة ذلك كونها تصبح غير قادرة على المنافسة السعرية في السوق إذا استخدمت الكهرباء البديلة، وأقصد بها المولدات. هذا مع كل الصعوبات التي يعاني منها المنتج المحلي، انفتاح السوق على البضائع المستوردة بدون أي رقيب وبغياب قوانين حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك. إن إنتاج الطاقة البديلة أو إنتاج الكهرباء البديلة هو بحد ذاته عملية استنزاف لأموال البلد بشكل لا يصدق. وليقربكم من الصورة الكارثية، سأقسم هذه الأموال إلى جزئين: الأول ما ننفقه نحن المواطنون، والجزء الآخر هو ما تنفقه الحكومة في كل دوائرها ومؤسساتها من أجل الحصول على كهرباء بديلة عن الكهرباء الوطنية. ففي دراسة أعددتها قبل عامين اللي أشرت إليها قبل شوية بالسي في مالتي، قمت بحساب هذه المبالغ متبعا عن طريق إحصائية شبه تخمينية، وذلك بالاعتماد على الأرقام المتعارف عليها في هذا الباب. من حيث طبعا حقيقة هيك أرقام في هذا المجال ما موجودة كأرقام يعني رسمية وإحصائية حتى يصبح البحث يعني بالطريقة المعروفة الأكاديمية، وإنما هي أرقام شائعة مثل أرقام أسعار المولدات المنزلية، وكلنا نعرف الأسعار المنزلية كلنا مشترينها، أسعار الوقود، سعر الأمبير في سوق الاشتراك بالمولدات الكبيرة، وأسعار الملحقات والبدائل ووسائل التوصيل الأخرى وغيرها. وإليكم سادتي الأرقام المخيفة التي ظهرت لي والتي تنافس بعدد أصفارها عالم الفلك، أرقام عالم الفلك والفضاء. ففي بلدنا البلد تعداد سكانه 30 مليون، هذا الرقم المشهور يعني مليون نسمة، لدينا وبلا فخر الآن أكثر من 15 مليون مولدة مختلفة الأحجام والألوان والأنواع. 15 مليون هاي ستشتغل هسه حاليا. بفرض أن عمر، هاي نقطة ثانية، بفرض أن عمر أفضل أنواع المولدات لا يتجاوز 4 سنوات، فيبدو أننا أتلفنا أكثر من 15 مليون، لأنه الحقبة صارنا 8 سنوات إحنا، فيبدو أننا أتلفنا أكثر من 15 مليون مولدة في السنوات الثمانية الماضية. لدينا شبكة عنكبوتية هائلة من أسلاك التوصيل العشوائية، تعرفوها هاي، يزيد طولها على أقل التقديرات على 2 مليار متر، وهو ما يعادل المسافة بين الأرض والقمر 5 مرات. يعني المسافة بين الأرض والقمر تروح وتجي 5 مرات، هي بهاي الشبكة مالتنا الحلوة هاي بالشوارع. أما الرقم المروع، هسه استعديت نفسي للرقم المروع المخيف، فهو المبالغ المصروفة من قبلنا نحن المواطنين، ها مو الحكومة، لتوفير كهرباء بديلة، والذي يزيد سنويا عن 18,000 مليار دينار عراقي. 18 تريليون. وايك الناس ما تعرف تقرا هذا الرقم، لانه هو ب 24 صفر. عفوا 12 صفر، اي ما يعادل 15 مليار دولار امريكي. هذا بالاضافه الى عشرات الملايين من مفاتيح التحويل تشنجوفر هاي اللي بيوت تستعملها، وقواطع الدوره واجهزه الحمايه ومثبتات الفولتيه ورافعات الفولتيه وخافضات الفولتيه وعاكسات القدره ومجهزات القدره ومصابيح الشحن ومراوح الشحن ومصابيح الدلاله ونغمات الدلاله ونغمات الاشاره. كل واحد عنده ما شاء الله في سيركت بريكر، في سيركت عظيمه بالبيت مالته، ويعزف عليها هاي سيمفونيه ثانيه اسمها سيمفونيه البؤس والى اخره مما يصعب حصره وعده. هذا بالطبع ما امكنني احصائه لان ارقامه مشاعه كما هو معروف للجميع. اما الجزء الاخر من الاموال واعني به ما تنفقه الحكومه في دوائرها فلا سبيل لحصره كما هو واضح، ولكن يمكننا ان نقترب من الصوره اذا انتبهنا للنقاط التاليه. هذا انفاق حكومي ما نقدر نحسبه، هذا طالع القبله طالع من جيوبنا فقدر تحسبه، اما هذا الانفاق الحكومي فما اقدر، هو طالع من ضلعنا بالاصل لكن ما اقدر احسبه. اقتربت من عنده حسب النقاط الاتيه وارد اقربكم انتم منها. تقريبا لا يوجد حاليا اي دائره صغيره كانت ام كبيره لا يوجد فيها على الاقل مولده واحده، اكيد متفقين وياي بهذه النقطه، بدءا من مقرات الرئاسه الثلاث الله يحفظهن، وانتهاء باصغر مؤسسه ومستوصف او مدرسه او سكنه عسكريه في المناطق النائيه. بالتاكيد ما معقوله كل الدوائر سبيل. طبعا انا افترضت مولده واحده بس هي مولدتين واكثر.
تحتاج اغلب هذه المولدات الى، طبعا هاي يعني اموال، مولدات يعني اموال، تحتاج اغلب هذه المولدات الى عمال لتشغيلها وصيانتها وخزانات الوقود ومياه للتبريد ومكان مهيئ مع سقيفه وملحقات ومستلزمات والربط والتوصيل وظل ظليل والى اخره، لان مولده مهمه لازم تداريها، وهاي كلها ايضا اموال. تستهلك هذه المولدات كميات كبيره من الوقود والزيوت وقطع الغياره بما يعادل 7 أضعاف سعرها حسب المعادله العالميه، تقول ان سعر اي معدله يمثل سواء نسبه 14% من قيمه صرفياتها طيله عمرها التشغيل. اكو معادله تقول لا تشتري معده فسعرها بالاساس، طبعا المعده تشتغل وتصرف وقود، سعرها بالاساس حقيقه 12-14% من سعر ما راح تستهلكه من وقود وصيانه واجور نصب والى اخره ونقل وتحميل. وعليه في 7 × 14 يطلع 98، يعني نطلب الحكومه 2%. ومع هذا انا مشيتها، انت نازل 2%. وهكذا يكون الرقم الحقيقي غير بعيد عن الرقم السابق الذي يخص المواطنين، ولكن هنا يجب ضربه بمعامل مهم يمثل مستوى الفساد الاداري وثقافه الكوميسيون والاستفاده من مشتريات الحكومه، وهو بحسب تقديري يتراوح من 1.5 إلى 3. يعني 1.5 اضربه في 18 تريليون ذاك هو 1.5 إلى 3، هذا يمثل الفساد الحكومي الفساد الاداري والى اخره معروفه يعني. يلا يطلع الرقم الحكومي. ما داخل الموضوع، اقصد الموضوع ترى هذا بس مقدمات، باين لك حجم الكارثه. والله شوي اختصر الله يخليك. يا جيل بعد عندك 3 دقائق. لا بس طبعا وكما هو واضح من هذه الحسابات الاموال لن تشمل ما تنفقه الحكومه وزاره الكهرباء ممثله في وزاره الكهرباء في محطاتها وانتاجها التي تضرب رقم قياسي عالمي بمقدار ما تهدره من الوقود مقارنه بما تنتجه من الكهرباء. حقيقه موضوع انتاج الطاقه الكهربائيه راح اضرب به مثلين على السريع، راح اعوف المثل مال الكتاب مالتي. المحطات الغازيه اللي نسبتها وزاره الكهرباء بما انه هي مو موجوده يهمها غاز فجابوا لها غاز، الغاز ما ينتج بالعراق فيستوردوا لها من برا، الغاز اغلى وقود بالعالم معروف هذا، ويجيبوه برا بالتانكرات اللي هو اغلى وسيله نقل بالعالم، وانحرقه بهاي المكائن المحركات هذه اللي هي كفاءتها التصميميه اصلا في بلدانها 60%، يعني تحرك 60 تنكر تحولناها الى كهرباء و40 تحرقن بلا فائده من مجموع 100 تنكر. تخيلوا الموضوع. ما عدا السمبل سايكل والتربل سايكل والدبل سايكل اللي هي يعني بحقيقة ما راح ادخلكم بها لانه الوقت ضيق علي ما اقدر. هنا أنا راح ادخل مباشره الى الحلول اللي انا ارتئيها. طبعا الانتاج بالموضوع انتاج وشحه الانتاج بالكهرباء هذا موضوع رفضه جمله وتفصيلا، وهذه خلعه كبيره الكل مخدوعين بها. ماكو شحه بالانتاج، ماكو شحه بانتاج الكهرباء، وهذا هو اساس اطروحتي. والدليل على هذا دليل منطقي قبل ان يكون دليل علمي. الان احنا عددنا قليل او كثير مقارنه بماذا؟ قليل او كثير احنا قليلين لفئه معينه، مثلا قليلين لفئه الناس اللي موجوده برا بالشارع، بس احنا قليلين اكثر كثيرين مقارنه بالناس اللي موجوده مثلا بالاستعلامات. فاذا هي غيرك فشي يعني اقيس بي هو اكو حصار بالعراق، هو تعداد سكان ما في العراق، فمن قال لهم اكو شورتج بالكهرباء؟ ما اعرف من محاور الحل اللي انا خليتها. المشكله الحقيقيه بالكهرباء هي مشكله الشبكه، هذه المشكله ما حد يريد يتطرق لها. ليش؟ انه بيها تصادم ويا المواطن، وبيها يعني ابتعاد عن الشعارات الرفاهيه والوعود اللي اطلقتها السياسات ما بعد التغيير. هو حقيقه يعني اساس الرفاهيه هو الصدق، اساس الرفاهيه هو العمل الجاد، اساس الرفاهيه هو البناء الصحيح وان كان صعب بالبدايه. كلنا احنا بنينا بيوت، نبني نفلش ونخرب ونتوسط، بس بالنتيجه يطلع بيت حلو. كل السياسيين يريدون يبتعدون على هذا الموضوع حتى لو عرفه، وانا ما اعرف اذا هو يعرفه او ما يعرفه بالضبط، ويشيروا له اشارات كثيره، وبدليل الدليل قاطع اذا انتم تذكرون او واحد من عندكم يقدر يحصل اللقطه اللي اخر لقاء صحفي اللي القاه وزير السابق كريم وحيد وزير الكهرباء، هو اشار الى هذه النقطه، قال انا زيدت 1 جيجا يعني 1000 ميجا، لكن الشبكه الكهربائيه استهلكتها، وحكي عن موضوع الشبكه الكهربائيه لاول مره لانه كان ناوي يستهلك. فحجاها حتى يطلع من الموضوع بعد ما له علاقه. فالحل في رايي يعني هو صيانه الشبكه وليس زياده الانتاج. انا عندي تانكي مال مي، والتانكي بملايين الثقوب وكلها متجاوزه عليه، ليش اكو اصرار انه انا امن التانكي؟ بس نريد نعرف الطاقه المتاحه والحاجه الفعليه. ماكو اي طاقه متاحه وماكو اي ارقام تثبت هذه القضيه، واي هو حقيقه العفو استاذ عباس، الحقيقه بعض المختصين يحكون عن استندارات عالميه موجوده مثلا في سويسرا في اوروبا، هذه الاستندارات مو بالضروره تنطبق على العراق،
بعدين العراق اولا ذو طبيعه معينه، ذو طبيعه استهلاك معينه، ذو طبيعه وظرف سياسي معين. يعني انت مو بضروره هسه تساوي نفسك بواحد قاعد بسويسرا وقاعد بفرنسا وقاعد بالمانيا اللي هي ذاك اموره مستقره صار سنين. وعليه فموضوع الطاقه، موضوع الانتاج هو مثل هذا ساده، هذا قلاص المي ممكن واحد يشربه دفعه واحده، ممكن واحد ياخذ من عنده كل ساعه شويه، ويجوز يطول عنده فد 3 ساعات او 4. هي كميه محدده احنا بدنا نستهلكها وبدنا نسرقها، احنا المواطنين بدنا نسرقها وبدنا توزع وتضيع بالطاقه، تضيع بالشبكه الكهربائيه. لان الشبكه الكهربائيه بالاساس يعني الشبكه اليابانيه الكهربائيه اليابانيه او الامريكيه او ارقى شبكه بالعالم، هي بالاساس تصميما هي تستهلك، هي بيها فواقد. يعني هي باي ديزاين. انا حقيقه حضرت صور كثيره واتصورت اذا تشوفها اعرضها لكم يعني حتى اشرح. يعني اضربكم على سبيل المثال المسافه، لو هسه اكو سلكين ديمشن او 3 اسلاك مال هاي تنشن، هذين ديمشن ما طول المسافه المسافه بيناتهم متساويه، فاذا هو مثلث متساوي الاضلاع. هذا الحساب مالته حساب الخسائر محسوب وقليل. لما الواحد من عندهم شويه يتحرك نتيجه كسر الفنجان او انعواج بالعمود الكهرباء، هذا راح يضيف لي كوفيشنت اخر يزيد من 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 الخسائر اللي موجوده. وتتخيل الشبكه البشعه اللي موجوده بالمدن العراقيه من طول من الشمال الى الجنوب، وتخيل كميه الفائض والخسائر اللي تستهلكها. بعد احيانا الشبكه تدفع كهرباء تقوم هي تستهلكها الى ان تنهار وتنصهر وتوقع، وهاي اكيد كلكم شايفينها يعني الحاله. على أي حال فاني الحل ما أعرف إذا أستاذ كمل الحلول ما تيجي. بسرعة. أنا حقيقة دوختكم والقائي سريع جدا أعرف فيه لأنه وقتكم بريس. كلامك شيق الحقيقة بس. طبعا قسمت الحل إلى محاور لأنه هذا الحل حقيقة قدمته فعلا إلى سياسيين ما تبنوا طبعا، وما زلت مصر وما زلت داعس على تقديمه، وطلعت مظاهرة على أساسه وطلعت بالتلفزيون حكيت فيه. ينقسم الى محاور. المحور الفني الهندسي هو ابسط المحاور، راح اقرا بدون تعليق يعني بدون ما اعقب اعلق عليه، وهو تقريبا نفس المحاور تنفيذا، ويكون حسب الخطوات التاليه. يتم اختيار منطقه على اساس جغرافي، نختار منطقه معينه نسوي عليها تجربه بالبدايه، ترفع التجاوزات على شبكه التوزيع التي تدخل ضمن الخطه، ويعاد توزيع الكهرباء حسب المعادلات الرياضيه الصحيحه والاصول المرعيه. يعني شلون كانت الكهرباء، شلون كنتوا علاقتكم بالشبكه الكهربائيه بالثمانينات نسيتوا تذكروها، شلون علاقتنا بالسبعينات بواحد من يدعي شبكه مال كهرباء، العداد هذا مال كهرباء، انا اخويا الاكبر عندي لعب بيه كان اطفال، قطع السلك مال السيل مال الاحكاماته غرمونه فلوس راد يذبون ابويا بالسجن. هذه هي ما لما نرجع هالعلاقه بترجع الكهرباء. وهنا رفع التجاوزات على الشبكه واعاده توزيع الكهرباء حسب المعادلات الرياضيه الصحيحه والاصول المرعيه، بعدها توزع قيم التيار الكهربائي على المنازل وحسب طلب المواطن وبرقم مفتوح. خاف واحد يصور انه انا راح اعطي كل واحد 10 امبير و 5، ايش قد تريد؟ 1000 امبير اخذ 1000 امبير، 5 امبير اخذ 5 امبير، ايش قد ما تريد؟ رقم مفتوح، واواعدك بالكهرباء 24 ساعه. وهاي اخذوها من عندي وقولوها لاي مسؤول تلقونه، قول لهم اكو مهندس اجى وادعى هذا الادعاء وقعدوا بمناظره وخلي يشوف من اهل اللي عنده راي معاكس اليه وخلي يشوف هو وياه. يرافق عملية رفع التجاوزات وإعادة توزيع عملية تأهيل للشبكة وإصلاح نقاط الضعف فيها، وباستعمال نفس المواد، ما خسر الدولة هواي فلوس، باستعمال نفس المواد يعني يسوي ريهابليتيشن على الشبكة، أجدد بيها، مع بعض الإضافات الضرورية لتقليل التكاليف. يراعى أثناء ربط القابلات هنا أنا راح أخاف من السرقة، ممكن المواطن يشنقل، إحنا معروف عندنا هالقضية مال الشنقال والشورت والشطل وإلى آخره. فأكو في الطرق موجودة فنياً بعزل الأسلاك عزل بسيط وختمها وضمان وصول الطاقة الكهربائية بدون تدخل من السلك إلى حد الميزانيه، ميزانيه جديده. الميزانيه الجديده هي حقيقه يعني كان بدي انا اشوفكم اياها لكن للاسف ما استاذ محمود احنا نؤدب تمام الحاضرين راح نعقد ندوه متخصصه لحضرتك. نعم. اسبوع المقبل باسرع وقت. شكرا جزيلا. وراح احنا الحقيقه دعينا المسؤولين في وزاره الكهرباء والنظم. نعم. لغرض المناقشه مع الباحثين مع هنالك ناشطين حاضرين. نعم. من جماعه الفيسبوك. ولذلك عندهم مطالبات كثيرة. نعم. لكن ما نعرف ليش ما حضر. فراح نضطر يعني نحضر وزارة الكهرباء والنفط وتكون مناقشة مفتوحة مع حضرتك. وأنا على استعداد. أسبوع. نعم. نحضر أيضاً أنا داعي للجنة الاقتصادية ولجنة النفط والغاز ولجنة الخدمات. لكن اليوم عندهم جلسة محترمة للنقاش. تفضل. خلي تكون هاي الندوة في يوم عرض للبرلمان، تقدر تحضر برلماني صراحة.
ان شاء الله نراعي كل هاي الامور في المستقبل. اشكرك استاذ محمود. شكرا جزيلا. شكرا. لازم كل البحوث تشوف ان شاء الله. أكيد على نفس الإجراءات وآليات الجلسة الأولى، يعني الباحث الكريم يلقي بحثه بعشر دقائق، ثم بعد ذلك تتاح الفرصة للمداخلات بشكل إجماعي على جميع البحوث وأوراق العمل التي تلقى إلى يتجاوز الربع ساعة على أقصى تقدير. تفضل دكتور نقال. بداية أشكر مؤسسة المدى لإتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن بعض ما يدور في الساحة السياسية العربية. الحقيقة الساحة السياسية في الفترة الأخيرة تتحرك بأسباب اقتصادية، لم يتحرك الشارع لأسباب سياسية بحتة، لكن الدافع الرئيسي هو كان دافع اقتصادي. ونحن في هذه المحور في هذا المحور نتكلم عن الأمن الغذائي أو البطاقة التموينية ودورها في تحقيق هذا الأمن. بداية أود أن أعلق بأنه مهاتير محمد اللي هو يعد من كبار الإصلاحيين في البلدان النامية له مقولة شهيرة في هذا المجال، ويقول بأنه من السهل عليه أن يقود مجموعة من العسكر لانقلاب عسكري في ماليزيا أو في أي بلد آخر، وكان من الصعب عليه إجراء الإصلاحات، لأن الإصلاحات هي تأتي ضد ونقيض للفساد، والفساد والمفسدون لهم عدد كبير جدا، لهم عدد كبير جدا، فبالتالي هؤلاء المفسدون يدافعون عن أركان نظامهم السابق، فبالتالي عملية الإصلاحات صعبة جدا. ولما سمعنا بأن دولة رئيس الوزراء المحترم أشار بأنه خلال مئة يوم سوف يقدم بعض الإصلاحات والأمور الاقتصادية على شاكلة الإصلاحات، يعني ما أعرف ما هي العصا السحرية التي يمتلكها دولة رئيس الوزراء أو السادة الوزراء. اعذروني أن أتكلم بهذا الأسلوب، لأنه هذه الحقائق لو نبتعد عنها ما نقدر نضع النقاط فوق الحروف، ونحن بحاجة إلى أن نكون صريحين مع أنفسنا أولاً ومع الناس اللي إحنا نقدر نعبر عن أصواتهم ثانياً. نركز طالما الوقت المتاح هو عشر دقائق، نركز على مسألة البطاقة التموينية. لا يختلف اثنان بأنه مسألة الدعم الحكومي هي إحدى الأدوات السياسية التي تمكن الدول من إعطاء أو تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي أو تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو دعم المنتجات سواء كانت زراعية أم صناعية. والحكومات العراقية منذ القدم ركزت على مسألة الدعم، وحتى فيما يخص الدعم المواد الغذائية كانت في الفترة السابقة يعني الثمانينات أو نرجع للسبعينيات الحكومة العراقية تقدم الدعم لأكثر من 25 سلعة اللي تدخل بسلة غذائية للمواطن العراقي، ناهيك عن سلسلة وشبكة من الأسواق المركزية التي كانت توفر كل ما يحتاجه المواطن وبأسعار مدعومة. جاءت
فكرة البطاقة التموينية كرد فعل على مسألة الحصار الاقتصادي، وكانت من ناحية التطبيق بالرغم من السلبيات اللي رافقتها خلال فترة التسعينيات وبداية الألفية في السنوات الثلاثة منذ البداية، خلال هاي الفترة 13 أو 14 سنة كانت بالرغم من السلبيات كأداء أفضل من أداء البطاقة التموينية خلال السنوات الثمان الماضية. هذه الأفضلية كانت من حيث مفردات أو مكونات البطاقة، توقيتات والزمن المستخدم في توزيع البطاقة وإيصالها إلى المواطن، ومن ناحية الاستقرارية. يعني هاي الثلاثة نظام البطاقة التموينية فقدها خلال السنوات الثمان الأخيرة. لو كان واحد من المواطنين أو الحضور الحاليين يمنع يستلم البطاقة، أتحدى إذا يقول لي متى استلم آخر مرة السكر، متى استلمها ما يعرف. المواطن من حقه أن يخرج إلى الشارع ويطالب، لأن الأفواه الجائعة ما نستطيع أن نسكتها بوعود كالمئة يوم أو المئة سنة بالأحرى. العراق بوضع الحالي بالنظام الحالي، سواء نأخذ النظام السياسي أم الاقتصادي، على مستوى الاقتصاد أنا يعني أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد إبراهيم التقي بي بال94 في وزارة التخطيط ومن الخبراء في هذا المجال. ما هو النظام الاقتصادي اللي تتبعه الحكومة العراقية؟ ما حد يقدر يقول أي شيء. إحنا تخلينا عن كل المبادئ اللي كانت تخدم المواطن لأسباب وهمية، اللي هي تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. ستانلي فيشر أحد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي وهو محافظ البنك المركزي الإسرائيلي على ما أظن ولا يزال، يدعي بأنه يقول حسب خبرتي في صندوق النقد والسنوات التي عملت بها 100 دولة طبقت السياسات الإصلاحية، لكن ولا دولة استطاعت أن تنجح بتطبيق سياسات الإصلاح. إذا كانت دول قائمة بذاتها وتمتلك أنظمة سياسية مستقرة ونظام اقتصادي فشلت في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، كيف نتوقع من بلد تعمه الفوضى في جميع النواحي أن يحقق إصلاحات؟ فمسألة الإصلاحات صعبة جدا، ومن ناحية زمنية لا يمكن أن نقيس الإصلاحات في فترة زمنية، بل هي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة. نرجع نركز على مسألة البطاقة التموينية. فشلت الحكومات منذ 2003 لغاية اليوم بتطبيق صحيح لهذا النظام، لكن هل نتخلى عن النظام؟ لا، لأن نرجع للإحصائيات. إحنا نشوف بإحصائيات المتوفرة من قبل الحكومة الاتحادية بأن 23% من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر، وخط الفقر تم تحديده ب 77 ألف دينار، وهذا الرقم اليوم أعتقد ما يذكر. 23% تعادل 8 مليون من الشعب العراقي، هذا تحت خط الفقر اللي ما يحصل على بالشهر 77 ألف حسب إحصاءات وزارة التخطيط، ونضيف عليها 25% اللي هم الفقراء في هذا الشعب، أصبح 16 مليون من الشعب العراقي هو فقير. هل نرفع اليد عن هؤلاء 16 مليون ونأتي بفكرة الدعم النقدي اللي بمبلغ 15 ألف دينار؟ ماذا تفعل ال 15 ألف دينار في ظل قطاع خاص تجاري جشع جدا سوف يستغل الفرصة وقيام البطاقة التموينية لرفع الأسعار؟ هذا راح يؤدي إلى زيادة عدد الفقراء، فبالتالي المسألة تحتاج إلى وقفة في تركيبة النظام الاقتصادي وما الفلسفة التي سوف تتبع في السنوات القادمة وليس في خلال 100 يوم. وأشكركم على حسن الاستماع، والورقة طالبني بانتهاء الوقت، وأعرف نفسي ولو كان يفترض في البداية، دكتور أحمد جاسم محمد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة البصرة. شكرا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا دكتورنا، ممنونين.
شاء الله المداخلات والتعقيبات والأسئلة تكون كما رأينا في الجلسة الأولى، في نهاية الجلسة نخصص لها ربع ساعة إن شاء الله، الأسئلة تكون موجهة لجميع أوراق العمل والبحوث التي تلقى إن شاء الله. الآن المداخلة الثانية أو ورقة العمل الثانية من حضرة الدكتورة سلام السميسي، فلتتفضل بالحضور، مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من إدارة المؤتمر أن صمت شوية حتى الواحد يقدر. إذا تسمح لي دكتورة، الأخوة الكرام الحضور الموجودين في الخلف، إذا سمحتم لطفا الالتزام بالهدوء رجاء وعذرا على التنبيه على مسألة هي في غاية البداهة. أنا دكتورة سلام سميسن، خريجة قسم الاقتصاد في جامعة بغداد في 1981، وحاصلة على الدبلوم العالي والماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية عن موضوع الديون الخارجية واختلال موازين المدفوعات، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي عن موضوع السياسة المالية الإسلامية من معهد التاريخ العربي، وحاصلة على دكتوراه فلسفة في الاقتصاد من الجامعة المستنصرية. اشتغلت بالتدريس بعدة أماكن، وأتشرف أنني ما زلت أحسب نفسي طالبة في قسم الاقتصاد. أشكر المدى على إتاحة هذه الفرصة، وإن كانت الورقة التي أعددتها تلتقي مع الدكتور أحمد في نفس الموضوع، لكن هي قضية خلينا نتناولها من باب آخر عن الدعم الحكومي، واللي تتمثل الصورة الأمثل به هنا في قضية خصوص الأمن الغذائي في مسألة البطاقة التموينية. لماذا الدعم الحكومي؟ يعني هذه مسألة قد تتبادر إلى الأذهان، لماذا الدعم الحكومي؟ السلطات العامة دائماً هي التي تنبري في أن تحمي فئة معينة، شريحة معينة، تحمي شعبها، تحمي صناعاتها، تحمي كذا، هو جزء من السياسة الحكومية اللي أو السياسة الاقتصادية اللي تتجه في اتجاه معين، يعني أما يكون من باب السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة التجارية، لكن هي تكون إجراءات حمائية. هذا الإجراء الحمائي في موضوع الأمن الغذائي تمثل في العراق في قضية اللي إحنا الآن موضوع البحث هو قضية الأمن الغذائي وقضية البطاقة التموينية. البطاقة التموينية عنيت بها الدولة لماذا؟ يعني قد يكون هنالك سؤال، أنا قبل شوية الدكتور قال مسألة، قال القطاع الخاص قطاع جشع. أنا ما أفترض القطاع الخاص قطاع جشع أو مو جشع أو خشان مو خشان، مو من القضية، ولكن هنالك افتراض نقطة فرضية رئيسية. الدولة ملزمة، يعني أمريكا اللي هي عاصمة الرأسمالية لما وقعت الأزمة الاقتصادية تدخلت، فدخلت سوق الأوراق المالية، اشترت أسهم بعض المصارف والشركات التي مثل ما نقول هبطت ووقعت في إرادة تروح بالأزمة الاقتصادية. ليش هذا الإلزام الموجود هو الصفة الأساسية لفكرة الدولة؟ الفرد يعقد اتفاقية العقد الاجتماعي مع الدولة، وبالتالي الدولة هي ملزمة في هذه المسألة، ملزمة أن تتدخل في الأزمات، ملزمة أن تعيل هؤلاء الأفراد. يعني حتى لو جيناها من مفهوم النظرية الاقتصاديات الوضعية أو الاقتصاديات الإسلامية، هي ملزمة هذه الدولة بكونها هي كما يقال في الفكر الاقتصادي الإسلامي هي ولية الأمر وهي اللي كافلة كل هذول الناس. فإذن نتيجة لهذا الشيء اللي هي الإلزام القانوني والمسؤولية الأخلاقية واطلاعها أن الدولة بدور الدولة يعني اللي هو القائد للنشاطات الاجتماعية، تكون هي ملزمة بتوفير الأمان الغذائي أو على الأقل للفئات المهمشة اللي تكون موجودة فيها. الحصار الاقتصادي اللي انفرض على العراق نتيجة احتلال الكويت ونتيجة صدور القرار من مجلس الأمن الدولي أدى إلى مسألتين مهمة: قطع إيرادات النفط اللي عن طريقها إحنا نقدر نمول كل مستورداتنا من الخارج، وأدى أيضاً إلى قطع الاستيرادات أصلاً، وبالتالي شحة المعروض الموجود في السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار وإلى حدوث نسب خيالية من التضخم. هذا ناهيكم، هنا أستاذنا وزميلنا أحمد البيق قاعد ناهيكم عنها، الطبع غير المسؤول للعملة العراقية، فأدى إلى انهيار سعر العملة النقدية العراقية، وبالتالي أيضاً فوق ما انهارت العملة العراقية عدم توفر
البدائل نتيجة الطلب هذا غير المرجع على المواد الغذائية. يعني أكو مثلا طلب أو لسلع أو أشياء يقدر المواطن يتخلى عنها، لكن الطلب على الأغذية، الطلب على الأدوية، هذا طلب ضروري وهو غير مرن لأنه المواطن ما يقدر. ولذلك إحنا نشوف اللي صارت المآسي اللي بالحصار، ناس تبيع أغراضها، تبيع كذا على مود توفر متطلباتها الأساسية. هذا الدور ألقى المسؤولية على الدولة أنه لازم توفر الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية للمواطن العراقي، فنشأت البطاقة التموينية. ولذلك أنه هذه البطاقة التموينية هي تجهيز للمواطن بمفردات أساسية من المواد الغذائية، هذا البند الرئيسي. ممكن لنا أن نشخص ثلاث مراحل مرت بها البطاقة التموينية. مرحلة أول ما بدأ الحصار إلى 1995، وهي اللي حدثت يعني بعد ما توقيع مذكرة الغذاء والدواء. بعدين عندنا من مذكرة الغذاء والدواء مقابل النفط إلى 2003، المرحلة التي كانت نقدر نقول السنوات العجاف هي اللي من 90-95، كانت البطاقة التموينية يدوب تكفي، ولكن هي مثل ما يقولون يعني بعض الشيء أحسن من لا شيء، something is better than nothing. بعدين شهدت تحسناً فيما بعد 1995 نتيجة توقيع العراق لاتفاقية مبادلة النفط مقابل الغذاء والدواء، اللي بدأت تدخل بعض الإيرادات الأجنبية للحكومة العراقية، فقامت تسوينا في التنوع نوعي وكمي أيضا في البطاقة، بحيث باتت بالقبل كانت تكفي حتى لما يقولون أول شيء في البداية 10 أيام من الشهر، بعدين بدأت تكفي نص الشهر، بعدين قامت تحاول أن تسد متطلبات المواطن. المرحلة الأخرى اللي هي من بعد 2003 لحد الآن، هنا راح يجي السؤال الكبير، هي ما هي البطاقة التموينية وما هو الموقف الأيديولوجي من البطاقة التموينية؟ أنا باعتقادي المتواضع ومن هذا المنبر أعلن أنه الدولة لا تمتلك موقفا أيديولوجيا حول البطاقة التموينية. الدولة لا تعرف ما هل ستستمر في البطاقة التموينية أم لا. هناك ضبابية، والضبابية موجودة أصلاً بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية بسبب انعدام البرنامج الاقتصادي للحكومة. فمن هي الفئة المستهدفة؟ هي ما تعرف لحد الآن. طلعوا لنا في اليوم قانون أبو الدخلة مليون، وبعدين قالوا من الفقراء، بعدين هذا. ما هي الكميات والنوعيات التي ستوزع في البطاقة التموينية؟ إذن المشكلة هي مشكلة نوعية ومشكلة كمية. الكمية في حجم البطاقة لمن ستوزع هذه البطاقة، والمشكلة النوعية في مفردات هذه البطاقة. ما هو دور وزارة التجارة؟ هل الدور يقتصر على التجهيز؟ من الذي يجهز؟ القطاع الخاص يجهز وزارة التجارة مثل ما تصير الآن، والشبكات الفساد والكذا والمجهزين ما ينطهم حقوقهم؟ أم إحنا تتعاقد وزارة التجارة مباشرة مع دول مصدرة؟ مراكز التموين كيف يجري تمويلها لهذه المواد؟ هل تعرفون شيء أنه الآن بمجرد الإعلان عن توزيع حصتين شهرية من البطاقة التموينية بدأوا يستعدون في مراكز التموين وأمناء المخازن؟ سأل أحد لماذا يكون أمين المخزن من الممكن له أن يقتني سيارة $56,000 في حين الموظف في وزارة الدولة رئيس مهندسين ما يقدر يسوي هيك شيء؟ الرقابة التجارية، هل توجد رقابة تجارية حكومية؟ لو كانت كذلك كيف يمكن أن تتسرب هذه المواد من مخازن التموين إلى مخازن القطاع الخاص برا أو إلى العلاوي مثل ما يقولون؟ تنفيذ العقود التجارية، كيف تنفذ العقود التجارية؟ خلينا نكون صريحين، لماذا حدث حريق وزارة التجارة؟ برامج الإصلاح الاقتصادي، أكو بعض الناس يمثلون القضية يقولون بسبب، يعني أحد المحررين أخذ من عندي سؤال قال لي بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي والبنك الدولي وصندوق النقد. صندوق النقد مثل ما أنا أتشرف مرة حضرت ورقة للدكتور رائد فهمي طرحوها، صندوق النقد والبنك الدولي أجندتهم واضحة. أنا ما أعتب على صندوق النقد والبنك الدولي، لكنني أعتب على الجهات العراقية المفاوضة. أنا دا أعرف هذا أجندته كذا وكذا وكذا، لكن الجهة العراقية اللي رايحة تفاوض شنو أجندتها؟ ما تعرف زين، من اللي يقرر؟ خلي نقرب أكثر، وزارة المالية ارتباطها بالبنك الدولي،
ولأن وزارة المالية ارتباطها بالبنك الدولي فهي ملزمة بقراراته، لأن هي ما تفاوض، هي راح توقع على بياض. وزارة المالية هي اللي تمول تخصيصات الموازنة زي اللي عد دور رئاسة الوزراء. هنا من يصنع القرار الاقتصادي؟ رئاسة الوزراء أم وزارة المالية؟ هنا راح نوقف على نقطة مهمة جدا، وهي تتكرر بهواية مفاصل اقتصادية، بس أخطرها هنا لتتعلق بالأمن الغذائي. تشتت القرار الاقتصادي وتعثر الخطط العراقية. إذا عندنا في النتيجة أنه الآن عندنا دوامة: المواطن العراقي، الأمن الغذائي، وفوضى القرار الاقتصادي. بس خلصت أنا، هاي الآن لماذا هي مهمة البطاقة التموينية؟ وإحنا دا نحكي عن في ضوء التظاهرات وفي ضوء مطالب الشارع، مع وجود معدلات الفقر المتزايدة، ووجود معدلات بطالة تقترب من 37%، ووجود معدلات التضخم اللي صار نتيجة وجود ملف الطاقة البائس اللي أدى إلى أنه 40% من دخل الأسرة يتجه إلى تمويل ملف الطاقة للأسرة الواحدة، فإذا تبقى البطاقة التموينية وبالأخص لكثير من الفئات المهمشة هي عنصر الحماية الوحيد لضمانة الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي، وهي وسيلة للارتقاء للوصول إلى مفهوم أعلى هو الأمن الإنساني. لكن أنا أخشى ما أخشى أن تتحول إلى حلقة جديدة في ملف تمويل حلقات الفساد المالي والإداري الموجود في العراق. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتورة سلام السميسم على مداخلتها وورقة عملها الرائعة. تفضل الآن مشكورا الدكتور جعفر الجنديل بإلقاء ورقة عملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور جعفر طالب أحمد الجنديل، معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد جامعة واسطة، حصل على الدكتوراه عام 1987، عمله في مجلس البحث العلمي لمدة 10 سنوات. الآن بعد سقوط النظام عملت في الجامعات العربية فترة من الزمن، وبعد سقوط النظام رجعت إلى جامعة واصل وتبوأت بمنصب رئيس قسم الاقتصاد، والآن معاون العميد العلمي. أشكر مؤسسة المدى على إتاحة الفرصة لنا في هذا المجال. حقيقة قبل لا نبدأ نتكلم نقول أنه من خلال ما ورد من طروحات من قبل الأخوة الباحثين جميعا، أجد أن الحل، وأكد عليه أنه الحل لهذه المشكلة هي الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة، ومن دون هذا الشيء ما ممكن أن يكون شيء. وياي الحقيقة بما أنزلت، لأنه كل المشاكل اللي حصلت ما هي إلا أن يكونون الناس المتبوئين بالمكان لا يمثلون مكانهم بالشكل الحقيقي. طبعاً تكلموا الزملاء والإخوان الباحثين قبلي في موضوعات كثيرة شملت فيها البطاقة التمويلية. موضوع ورقتي يعني البطاقة التمويلية بين إلغاء الدعم والتفكير في البدائل. مثل ما نعرف أنه يعني إجا النظام الشمولي وعرفنا بأنه في النظام الشمولي يجب أن تكون هناك بطاقة تمويلية. البطاقة التمويلية ليس فقط في النظام الاشتراكي، وإنما بعض الأحيان في وقت الأزمات حتى بالنظام الرأسمالي أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، الآن ما يصير في اليابان يعني تكون مساعدات ودعم. ومثل ما تفضلت الدكتورة سلام أنه مهمة الدولة هذا الدعم، والحقيقة يعني مهام الباحث الاقتصادي في زمن المركزداليين، زمن التجاريين جون لوك اللي يعمل عقد اجتماعي بين الدولة بين الرئيس والمرؤوس، يجب أن يكون للرئيس كذا صلاحيات وللمرؤوس كذا عمل، إذا نفذها بشكل صحيح يستمر، وبدونها يعني يجب أن يحاسب. هاي الحقيقة يعني ما أخذ فيها جون لوك في عام 1910، ونحن الآن في 2000 وكذا. حقيقة بالنسبة إلى موضوعنا حول البطاقة التموينية، نلاحظ بأنه العراق حتى يفي بالتزاماته يجب أن يغير من اقتصاد الشمولي إلى اقتصاد السوق، وهذا طبعاً أكو إلى طبقة مثل ما نعرف تقليص دور الدولة
وخصخصة المنشآت والإلغاء التدريجي لمفردات البطاقة التموينية. طبعاً هذه المسائل اللي موجودة أصبحت يعني رفع الدعم عن مسألة البطاقة التموينية أصبحت بين معارض ومؤيد. قسم يؤيد هذا العمل والقسم الآخر من يعارض. فيرى القسم الأول أن يرى إلغاء الدعم يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وعدم مقدرة محدودي الدخل لمواجهة الارتفاع في الأسعار، وأن تبديل الدعم العيني بالنقدي ما هي إلا تخفيض مخصصات الدعم لتحل محلها زيادة الأجور. فهي الطرفين سواء كان الدعم النقدي أو الدعم العيني للمؤسسة يعني لا يرى أنه إلى ضرورة إذا ما التزمت الجهات الأخرى يعني الدولة في تأمين البطاقة التموينية ومفرداتها بالوقت المحدد لها. يعني الكثير من القضايا يصير هذا مثل ما تفضلت الدكتورة سلام أنه مواد غذائية يحتاجها البشر، ولما ما تؤمن بوقتها يضطر أن يروح للسوق السوداء أو للسوق الموازي أو للقطاع الخاص لشراء هذه المواد، فإذا أجت راح يكون هذه يعني إسراف في استخدامها، ما راح تستخدم بالشكل الأساسي. بعدين نفس مفردات البطاقة إذا كانت مو بالمستوى المطلوب يعني من الممكن أنه يبذخ بيصرف بها أو يرميها، حتى لأنه يعني كيس الرز قيمته 500 دينار وأجر نقل الرز من المكان إلى البيت 1500 دينار. فلاحظ أن هذا الفارق الكبير في هذا الجانب وما تتأمن بوقت محدد، لذلك تكون مشكلة. لذلك يجب النظر أنه مفردات البطاقة يجب أن تكون بنوعية فاضلة بنوعية جيدة حتى ممكن أن يستفاد منها من يستخدمها. الرأي الثاني يرى أن التضخم الحاصل لا يستمر في الاقتصاد إلا طويلاً وإنما يزول ضمن فترة قصيرة، في حين رفع الدعم سيقضي على تلك الآثار. هذا الكلام صحيح، ولكن في بلد مستقر، في بلد آمن، في بلد فيه حكومة. الآن لحد الآن إحنا ما نعرف شنو يعني هيكلية الدولة تفضلوا الأخوان الزملاء وقالوا عن هذا الكلام الكثير. أن تباطأ الدولة في كافة مرافق واعتماد النفط كمورد أساسي وعدم توفر فرص العمل لأفراد المجتمع للقيام بالمهام الموكلة إليهم يجعل موارد البلد معطلة ويؤدي إلى خسارة ليس فقط في الإنتاج وإنما رأس المال الثابت. نرى مثلاً الزراعة، الأراضي الزراعية تدهور سنة على سنة نتيجة لعدم استخدام، وكذلك المصانع. تكلمنا مع الأستاذ حول موضوع الصناعة والمصانع اللي موجودة في داخل البلد. فنجد من خلال هذا الأمر إحنا شوي مضيع بالوقت يعني شنو آثار، شوف آثار رفع الدعم يتجسد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، زيادة المستوى العام للأسعار، توليد آثار تضخمية يؤثر على الرقم القياسي للأسعار أو لأسعار المستهلك ويجعله يستمر في الارتفاع، وسببه زيادة الطلب على المواد الغذائية، زيادة الدخل النقدي، تغيير الأذواق للمستهلك وزيادة العجز في الموازنة. الأسعار ترتفع عندما نقوم برفع الدعم والسبب هو الكلفة للتخفيف عن الآثار السلبية لارتفاع الأسعار. يعني حتى تكون هذه الأسعار اللي موجودة نخفف من آثارها، فما ينبغي وجود جمعيات تعاونية، مؤسسات المجتمع المدني تقوم دورها، وكذلك دور الدولة أين؟ يعني دور الدولة هي الراعي، هي الحامي. احنا 35 عام أو 40 عام أو أكثر من هذا الشيء عرفنا أنه الراعي هو الدولة. يعني حقيقة كل شيء احنا هسه بالوظيفة نلتجئ للدولة، في كل أمورنا نلتجئ للدولة. لحد الآن احنا ما داخل في اعتقادنا وفي مخيلتنا وفي ما نؤمن به أنه أكو قطاع خاص ويعمل القطاع الخاص في مجال معين. لاحظ أن أنا أنه دعم مفردات البطاقة التموينية يكلف الدولة مثلا، هي ليس فقط البطاقة التموينية وإنما الكثير من الدعم يقدم. و 508 ألف دينار في السنة هذه بالنسبة للبطاقة التموينية لكل فرد، 70,000 دينار الإنفاق على التعليم، على الصحة والمجاري 18,000 دينار. فلاحظ الفارق اللي موجود واسع، ولكن إذا أخذ مجرى بشكل صحيح لا بأس بذلك. ليش؟ لأنه المواطن يعني هو رأس مال العراق، فإذا ممكن أنه يحقق الرفاهية في هذا الجانب ليس هناك ضيق في هذه المسألة. طبعا تعرفون نظرة صندوق النقد الدولي حول مسألة البطاقة التموينية، وننظر إلى يعني ما في ضرورة أن نركز على هذا الأمر لأنه حضراتكم واضح أمامكم هذا الأمر. نشوف دور شبكة الحماية الاجتماعية
انه شبكه حمايه اجتماعيه لها دور في هذا الجانب، حيث عملت على المجتمع اللي هو اقل من دولارين اجره، واللي يتفضل باستاذ 77,000 دينار. هذا من الممكن ان يكون سقف الاعانات الى للفرد الواحد 50,000، للفردين 70,000، وللثلاثه 90,000، وللاربعه 100,000، وللخمسه 110,000، ومن سته فما فوق 120,000. هذا ضمن ما موجود في هذا الجانب. طبعا ذكرت او اطلعت على مسائل انه التاثير السلبي للدعم الحكومي شنو؟ حدوث تشوهات في الاسعار، ضعف في الاداء الاقتصادي، تاثير على انتاج والانتاجيه، فقد القدره على المنافسه، وظهور السوق الموازي، والفساد الاداري. اللي احنا هذا الاساس، المشكله الاساسيه اللي احنا فيه. في الوقت الحاضر قد نصل الى نهايه البحث، وارجو ان يكون ضمن الفتره المحدده. الدعم اللي تقدمه الدولة كبير ومتنوع ويتفاوت في أهميته من سلعة لأخرى، ويشكل نسبة 70%. ما يعطي مجال للاستثمار 70%، هذا كله دعم للصحة وللتعليم وللبنك المركزي وللكثير من المجالات الأخرى. ف 70% كثير، ف 30% بين أن يكون مجالات الاستثمار وبين أن يكون مجالات أخرى. انخفاض مستوى الدخل للفرد ومستوى الدخول بشكل عام عن مستوى الإشباع الضروري. سوء توزيع الدخول بين افراد المجتمع يؤدي الى خلق امكانيه لدى بعض الافراد بشراء السلع باسعارها العاليه. هذه الرؤساء الثلاثه او الرؤسات الثلاثه اللي ممكن ان تكون رواتبهم جدا عاليه، ويقولون بانه سوف يخفض ما موجود منه، ولكن ظهرت لنا مساله جديده اللي هي الافادات اللي ياخذوها راح تعوض عن التقليص بالمرتب. هي مما يؤدي الى يعني هي عمليه متوازنه، يروح من ايد يجي من ايد اخرى. عندما ترفع الحكومه الدعم من مفردات البطاقه التموينيه، فان اليه العرض والطلب تاخذ دورها في التحكم. للعراق تحديات كبيره، ويحتاج الى الارتقاء في معدلات الانفاق ومفردات البطاقه التموينيه وامور تتعلق بالسياده، حيث يحتاج البلد الى تسليح بعد ظهور الامريكان، تسديد الديون، اهتمام بشبكه الحمايه الاجتماعيه. فاذا لم ياخذ البطاقة التمويلية دورها بالشكل الصحيح، فما ينبغي أن يكون أنه ننظر إلى الجوانب الأخرى. يعني ما ممكن أن تكون الأموال اللي تنفق من قبل الدولة على البطاقة التمويلية تكون في أيادي غير أمينة، في قسم من الناس اللي إذا الإنفاق الحكومي هنا نحو السلطات الثلاثة والرقابة الحكومية كبيرة جدا. توصياتنا بهذا الأمر هو عدم رفع الدعم عن مفردات البطاقة التمويلية بالوقت الحاضر على أقل تقدير. وهذا الامر يزيد بالاسعار ويستوجب التفكير في البدائل عن المستورد. اذا كان لابد من رفع الدعم فينبغي تهيئه البيئه المناسبه. في الوقت الحاضر احنا في وضع غير طبيعي. يعني الدول العربيه، العراق، مظاهرات مستمره وما الى ذلك، فليس في صالح الحكومه ولا في صالح الفرد ان يرفع الدعم عن بطاقه مستويات البطاقه التموينيه. التزمنا ولا بعد بها مجال؟ طيب، الارتفاع بمعدلات الانفاق الحكومي كتسديد الديون وتفعيل شبكه الحمايه الاجتماعيه وتسليح الجيش، واخيرا الارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي ضمن برنامج واسع وطموح تقدمه الدوله للقضاء على امراض المتوطنين. شكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا لغايه الشكر للدكتور جعفر الجنديل على بحثه القيم والمعلومات المفيده التي تضمنها البحث، وعلى التزامه ايضا بالوقت المحدد لكل بحث. الآن يتفضل مشكوراً دكتور مظفر حسني لإلقاء بحثه. جوانب متعددة عن موضوع البطاقة التموينية اللي هو أيضا موضوع الورقة اللي نقدمها، لكن بداية يعني حقيقة من محزن جدا أن نناقش موضوع الإصلاحات الاقتصادية بعد 8 سنوات على جهود يفترض أنها بذلت. راح أمر سريعا على نقاط. يعني في عام 2005 نفذ العراق برنامج إصلاح اقتصادي في إطار اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. في 2007
بنت الحكومة العراقية استراتيجية للتنمية الوطنية للسنوات من 2007 إلى 2010. تشمل هذه الاستراتيجية إصلاحات شاملة بالاقتصاد العراقي، وتم تشخيص مشكلات عديدة على مستوى حتى القطاعات، يعني كل قطاع زراعي صناعي كذا، وحددوا المعالجات والتخصيصات المالية له، ويفترض هذه الجهود بذلت. أيضا في نفس الفترة كان هناك وثيقة العهد الدولي اللي هي كانت التزام الحكومة، مبادرة الحكومة العراقية بالتزامها بإجراء إصلاحات ووضع إطار أمل متكامل لتحقيق أهداف عديدة، من ضمنها كانت هي تشمل الإدارة المالية الجيدة وتعزيز المؤسسات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وكان هو هذا محور أساسي بوثيقة العهد الدولي. يضاف إلى هذه المبادرة الزراعية لرئيس الوزراء اللي أطلقت في سنوات سابقة، وكانت صدى إعلامي واسع وما نعرف وين انتهت. خلال نفس السنوات أطلقت طبعاً هذه كل الأعمال ساندتها منظمات دولية وإضافة مجهود وطنية، مثلاً استراتيجية الحد من الفقر هذه كانت برعاية البنك الدولي، وكانت على مدى سنوات يعملون عليها يعني جهات عراقية عديدة، وتوصلت إلى استراتيجية متكاملة وعرضت في مؤتمر، يعني أطلقت هذه الاستراتيجية. أيضاً كان أمل على مثلاً استراتيجية التشغيل الوطنية، سياسات التشغيل الوطنية في العراق، هذه كانت مدعومة من منظمة العمل الدولية، وعلى مدى سنوات بذلت جهود عديدة. في موضوع البطاقة التموينية، من عام 2007 تبنى البنك الدولي موضوع آليات ومستقبل البطاقة التموينية في العراق، وعقدت ورش عمل عديدة بخبراء ومسؤولين عراقيين في وزارة التجارة، وتم التوصل إلى برنامج متكامل. وهذا البرنامج عرض على عدة مستويات النقاش، وحقيقة يعني برنامج متكامل عندي وما تسمح الوقت أعرض هذا البرنامج اللي يفترض المهتمين مطلعين عليه. هو كان يفترض أن يبدأ في ثلاث مراحل، تبدأ في سنة 2008 المرحلة الأولى، و2009 المرحلة الثانية، و2010 المرحلة الثالثة، وتخرج بصيغة أنه تكون البطاقة التموينية هي للفئات المستهدفة مع تطور برنامج الرعاية الاجتماعية اللي أشار الأستاذ المتحدث السابق. تصير هذه آليات الدعم تقدم للفئات المستهدفة المشمولة بالرعاية الاجتماعية أو بالحماية الاجتماعية. رغم هذه الجهود اللي بذلت، حقيقة نشوف إحنا دائما نرجع إلى نقطة الصفر. يعني القضية هو مو سر، هو يا أما برنامج نفذ وأموال خصصت وجهود بذلت، يا أما تطلع الحكومة وتعلن للناس نتائج هذه الجهود الإصلاحية. وإحنا نعرف الإصلاحات، يعني برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي مدى 3 سنوات، نعرف خلال مدى 3 سنوات أكو آثار صعبة أو نسميها الآثار السلبية للبرنامج اللي تكون هي تظهر في بداية تنفيذ البرنامج، لكن بعد مرور 5 سنوات يفترض البرنامج يعطي ثماره الإيجابية. طيب انتهت 5 سنوات من 2005 إحنا 2011، وين هي النتائج الإيجابية؟ هذا مثال على موضوع البرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، لكن كل البرامج الأخرى وين ثمار المبادرة الزراعية؟ وين ثمار الجهود الأخرى اللي بذلت في إصلاح البطاقة التموينية؟ إحنا في كل مرة نرجع إلى نقطة الصفر ونبدأ كأنما إحنا في عام 1990 ونبحث عن مخرج في كيفية إيجاد بطاقة تموينية للملايين الفقيرة من الشعب العراقي، وهم أصلاً ليش فقراء في بلد غني جداً. حقيقة الورقة هي تخلص إلى سؤال واحد فقط، أنه ما دامت الحكومة التي انتخبت استخدمت البطاقة التموينية ومواضع أخرى كشعارات انتخابية، فعليها أن تنفذ وعودها الانتخابية، وإلا كان موضوع البطاقة التموينية ما كان يصير شعار للمتظاهرين، هو صار شعار للمتظاهرين لأنه كان شعار للناخبين. وعلى هذا الأساس صرنا نروح في حلقة مفردة ونبدأ في كل مرة، راح نبدأ من نقطة الصفر. هذه كان ممكن الحكومة تعلن بكل صراحة فشل هذه البرامج، وهذا يعني قد يكون يعني نقطة
مصارحة وحقيقة حتى نعرف موقفنا إحنا، حتى نبدأ البحث عن مخارج جديدة. أما هي لا تدعي نجاح ولا تعترف بالفشل، ونبعد في هذه الحلقة المفرغة. وأشكركم على استماعكم لورقتي. شكرا جزيلا للدكتور مظفر حسني. الآن يتفضل حضرة معالي الدكتور سعد الخفاجي دكتور سعد الخفاجي ما موجود؟ لا يبدو أنه غير موجود. نعم هذا يكسبنا شيء مبارك للمداخلات. يتفضل يا سادة المداخلين. يتفضل يا سعد جاسم الحافظ طبعا شيخ الملك جاسم الحافظ دكتور احمد الدبيري دكتور الاستاذ حمزه الجوهري هاي فتحت فتحت على السيد عباس الغالبي المنظم للمؤتمر بالحقيقة هو طلب إلغاء المداخلات في الجلسة الثانية وتأجيل الجلسة الثالثة، لكن أنا رجوته أن تبقى فقرة المداخلات على أن نختصرها. فإذا تسمح لنا أن نتصرف في فقرة المداخلات أن تستمر فقرة المداخلات، لكن إذا تبين أنها قد تجاوزت الوقت أن نؤجل المداخلات الأخرى للجلسة الثالثة مع ضرورة التأكيد على الالتزام بالوقت القصير فيما لا يتجاوز دقيقة أو دقيقتين لكل مداخلة. فليتفضل الدكتور هذا. عندما تطرح أن يطرح المتظاهرون إصلاح اقتصادي، عندما يطرح صندوق النقد الدولي إصلاح اقتصادي، هل نحن نتحدث عن ذات المفهوم؟ هذه نقطة جدا مهمة. أنا أشير أن الإصلاحات الاقتصادية ضمن مفهوم صندوق النقد الدولي هي تلك الإصلاحات الضرورية التي تأمن وتضمن انتقال النظام الاقتصادي من الاقتصاد الشمولي إلى اقتصاد السوق. وبالتالي كل هذه الإصلاحات تشمل من ضمنها تفعية العالية السعرية وإلغاء الدعم التدريجي وتحريز دور الدولة وتحريز العجوزات وتحقيق التوازنات. هل هذا بالفعل ما نقصد اليوم المتظاهرين بإصلاح اقتصادي حديثنا؟ هذه نقطة مهمة، ربما يمكن بالمفردات بحثنا جرت إشارات. النقطة الثانية، إذا أريد أتحدث عن ظاهرة عامة بكل المواضيع اللي حتناولها، واعتقد ذكرتها الدكتورة سلام في معرض حديثها، موضوع القرار الاقتصادي بالعراق والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الاقتصادية. هذا اقدر اقوله من واقع ربما التجربة، لا يوجد استراتيجية اقتصادية موحدة ورؤية اقتصادية موحدة للدولة او للحكومة بالحقيقة. هذا لا يعني انه لا يوجد لهذا الطرف او ذاك، لهذا شخصية أو تلك، لهذا الوزير أو ذاك، ما في رؤية، ولكن أتحدث عن رؤية موحدة للحكومة حاكمة وتضبط قراراتها وتوجهاتها. بل أذهب أكثر من ذلك وأقول لا يمكن، لا يمكن للحكومات التي تتشكل في ظل نظام المحاصصة أن تتوفر على رؤية استراتيجية موحدة، لا يمكن بنيوياً. وبالتالي ظاهرة التشتت الاقتصادي، التشتت القرار والتشظي، وظاهرة ضعف الانسجام والترابط ما بين الرؤى والقرارات الاقتصادية حتبقى عملية يعاد إنتاجها حكومة بعد حكومة وفي داخل الوزارة الواحدة ما بين الوزارات المختلفة. وبالتالي نقول أن القضايا هذه الاقتصادية هي تتربط بحالة بنيوية مهمة في آليات تشكيل السلطة وممارستها وبناء الدولة. ثلاثة، نتحدث عن رؤية. تعرفون هناك كانت خطة تنمية وقررت 5 سنوات،
وهناك مثلا حتى يتحدث عن العهد الدولي، ولكن جميع هذه الاتفاقات لم تدخل ضمن السياسة العامة للدولة ولم تصبح ملزمة بأي شكل من الأشكال، لم على الأقل الخطة الخمسية لم يقرها البرلمان، وبالتالي في أحسن الأحوال هي خطوط مرشدة، في أحسن الأحوال خطوط مرشدة، وبالتالي ماذا تفعل دورها بغض النظر عن مدى صلاحية وفاعلية هذه الخطط. أجيب لكم مثال خطة الإسكان، أنا أتذكر في خطة الإسكان في مجلس الوزراء وكان صدرت قبل أيام، بعد أيام من صدور خطة الإسكان سويتها هابيتات وهي وزارة الإسكان، وفتح نقاش مجلس الوزراء وإذا بالوزراء كل واحد اللي بدلوه وكل واحد يجتهد. قلت سبحان الله، قلت قبل أسبوع احنا سوينا خطة، شو كل واحد يجتهد شكل، وين صارت الخطة؟ خطة وضعت هذا مو حالة عابرة، مو ضرر. فإذا أقول أكو قضية أعمق بالكثير، أريد نعرف من استغرب من يضيع التنسيق بين النفط وبين الكهرباء، بغض النظر مش كل واحد يسوي خطة، بس هذا غاية تماما. ما يغيب عنا أيضا في موضوع خطة التنمية، حجوا على التنمية الزراعية وخطة المبادرة وما بين الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والإنتاج، هذه الترابطات وغيرها. في موضوع البطاقة التموينية لأن الوقت ضيق، البطاقة التموينية هي حالة تمارس حالة استثنائية في أوقات الحروب، أوقات الأزمات، وبالعراق عن سنة بالعراق أيضا نشأت في حالة استثنائية وراء عام 91 بالصيغة الحالية. لماذا اليوم احنا نستمر بها؟ هذا يسأل. احنا نقول وهذا حقيقة نقطة جوهرية، هل هناك وحالة استثنائية تبرر استمرار الدعم؟ نحن يعني من نتحدث عن الدعم؟ نتحدث عن تقديم الدعم عبر صيغة البطاقة التموينية. شوف نقطة أخرى أخيرة، المحصلة الجواب هو نعم، حتى هذا اليوم ضرورية، لأن حالة الاستثناء إذا كانت سابقا حرب وحصار وغيره اليوم موجودة أيضا بصيغة هذه المشاكل مواجهة في الإدارة الاقتصادية، في الفساد، في البناء إلى آخره، والمؤشرات اللي توفرت اللي ذكرت 7 ملايين تحت خط الفقر وملايين أخرى في الفقر، وبالتالي في غيابه حنعيش إشكالية كبيرة. إذا هاي نقطة مهمة. وأشير أحد الأخوة السائل هل الحكومة عندها رؤية؟ أعتقد الدكتور سلام رؤية، أنا أقدر أطمنك لا في الحكومة أكو، وأنا أقول لك إحنا 4 سنوات كنا يتحدثون شلون يتخلصون من البطاقة. ها واليوم الى حد شهرين قبل الى حد ديسمبر كان يتحدثون كيف مليارين و900 خصصت بالموازنه، وكان الحديث لا يمكن ومن المستحيل زياده هذه التخصيصات والحكومه مخنوقه الى اخره. اليوم زيدوها الى 5 مليارات، اليوم زيدوها. اريد اقول ان هاي قضيه ضمن عمل فائحه الحرائق وضمن معالجه الوضع السياسي العام. فإذا البطاقة التموينية هو موضوع سياسي، موضوع اقتصادي، موضوع اجتماعي. إذا ما ناخذ هالأمور بترابطاتها ما نوصل نتيجة ولا نفهمها. زي ما صدام حسين البطاقة التموينية ذكروا أنه العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن قد يكون، بس هذا ينطبق على دولة لها مشروعية ضمن آليات انتخابية وغيرها. في دولة استبدادية ليش ضبطت البطاقة التموينية؟ لأن البطاقة التموينية آنذاك كانت تلعب أكثر من دور. دور الشبكة الضامنة للمجتمع، المسكنة للمجتمع، كانت أيضا وسيلة من الضبط الاجتماعي والضبط الأمني، ولذلك كانت الدولة حريصة على أن البطاقة التموينية وكانت قاسية في أي تجاوز، لأن سلامة النظام من سلامة البطاقة التموينية. بدي أعرف ليش هناك اليوم تلفت الامور. فهي بقولها اخير نقطه لاخذ، انا اسف لانه جوانب عديده. البطاقه التموينيه اذا اليوم نعم بشكل الحالي تشكل خلينا نقول التزام مالي كبير جدا للدوله 5 و6 مليار، بس نشير انه اليوم نتحدث عن جزء كبير من هذه المبالغ ما توصل المواطن. بعض المؤشرات تقول 20% يوصل المواطن، 40-80% لو تروح ضياعات، لو مصاريف اداريه، لو فساد الى اخره. فاذا نتحدث عن اداره البطاقة التموينية. الإدارة هناك حديث اليوم يطرحون الإدارة المشتريات تتم من قبل المحافظات. يقولون أن مو الدولة تشتري، يشتري التاجر.
هذه كلها إلى دلالات بها ظاهرية إدارة جوهرية بها مصالح مصالح كبرى تتصارع في السيطرة وتوجيه هذه الموارد. فأنا أقول ملخص الكلام، هذه البطاقة التمويلية هي مصدر للأسف أيضا للفساد، ضرورية لأسباب كرتها على الأقل بالفترة المنظورة. الرقابة اليوم يجي الحديث عن رقابة إدارية، أنا أقول أنتم عفوت هذا الجهاز الدولة بحالته الحالية غير قادر، غير قادر مهما خلصت نوايا البعض وحتى لو خلصت نوايا القيادة، لكن غير قادر عن تأمين تلك الرقابة التي تعمل على أن توفر هذه المبالغ وتوصل المواطن. لذلك ينبغي أن نتحدث على الأقل على المدى القصير عن تطوير أشكال أخرى من الرقابة إلى جانب الرقابة الإدارية وغيرها. وجرى الحديث عن رقابة شعبية، هذه ينبغي أن تكون هاجس إلى جانب الرقابات الإدارية والحكومية. جانب آخر، نعم نتحدث تحت إصلاح البطاقة التقنية أو اتجاهات مختلفة، ولا أريد أن أتوقف لأن الوضع لا يتسع لذلك، بس أريد أشير أن شكل من أشكال الدعم، هذا الدعم إذا تحول إلى نقدي، وهذا رؤية صندوق النقد الدولي اليوم تأكل التضخم وتأكل آليات السوق، لكن بالمقابل نعم ممكن أن نعمل على أن توصل إلى الفئات المستهدفة، وهناك خطوات عديدة وأنا آسف ما أقدر أعطي ولا أتحدث عن الأمن الغذائي بس هذا. شكرا جزيلا للدكتور رائد فهمي على مداخلته الرائعة. الآن راح اضربكم بالمثل البسيط على الكذب السياسي في العراق. احنا كنا اعمار فوق الخمسين، كنا نشتري كيس الشكل بعشر دنانير، يعني بواحد 30 دولار. إذا اسمحوا لي 20 كيس يصير ب 620 دولار. كان سعر طن الشكر يوصل للعراق سي اند اف بغداد، يعني تقولون كان احتمالات سي اند اف بغداد 180 الى 200 دولار، كان الدولة تربح 200% بطن الشكر وكل المواد الغذائية بهذا المستوى، وكانوا يطلعون السياسيين يكذبون علينا يقولون احنا ندعم المواد الغذائية 250 مليون دولار سنويا. هذا الكذب الصريح. الان المشكله الثانيه انه الدكتور لواء سميسم قالت انه وزاره الماليه مرتبطه بال لا سلام الحقيقه مرتبطه بوزاره الماليه مرتبطه بالبنك الدولي، ترى ما كل شيء طرا، يعني ما هذا مو صحيح، لانه البنك الدولي هو عباره عن منظمه عالميه موجوده عندها علاقات مع كل العالم، وزاره الماليه مرتبطه بمجلس الوزراء، وبالتالي اصول انه تضع الخطط من مجلس الوزراء، لكن يظهر عدم وجود تفاعل. خلينا نضرب مثل على العراق والفساد الى المال في العراق. من كان سعر البنزين 50 دينار، كانت سوريا والاردن تستفاد 6 مليار دولار لحد عام 2005 بسبب التهريب من مصفى بيجي حصرا، وانا شايفها مئات الشاحنات تنقل الغاز والبنزين الى سوريا والاردن، وكثير من الحوادث حدثت في سوريا على هذا الجانب. عندما تم رفع السعر، وانا كنت احد اعضاء اللجنه بصراحه ويا وزاره الماليه، 450 صارت كلفه النقل الى سوريا والتهريب مكلفه، طوابير في العراق انتهت مال البنزين، بينما كنا نسهر 12 13 14 ساعه حتى حصلنا توفير البنزين. هذه حقائق. اما موضوع البطاقه التموينيه، اخوان ترى موضوع البطاقه التموينيه يعني مو كل العراقيين محتاجين البطاقه التموينيه. بعدين اكو مساله، في عام 2009 انا مع وكيل وزير التجاره صدروا كتيب 37% من تخصيصات البطاقة التموينية، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، 37% من تخصيصات البطاقة التموينية تذهب إلى الموظفين والنقل، وهي موثقة في وزارة التجارة وأنا متناقش مع الوكيل. الحقيقة أضافة إلى الفساد المالي اللي كان في زمن مو هذا الوزير اللي راح سابقا، قبله كان 20 دولار أمور طن الشكر، بصراحة أحكيكم إياها. وأنا هذا الحكي من المفتش العام في وزارة التجارة، أحد أصدقائي كان خريج وياي، يعني دارسين أن ياسورة. بس بالوزير اللي بعده صدقوا رئيس حزب في أحد الأحزاب اللي قال لي الآن أنا حصلت 100,000 طن شكر بعمول أدفع لوزارة التجارة 150 دولار عن كل طن، خفضتها 20 دولار، لأن أنا أحد رؤساء الأحزاب.
هاي واقع. البطاقه التموينيه تذهب الى كل المستثمرين في الجلسه المحور الجلسه الثالث الفساد المالي والاداري المهم. لا هو طبعا هذا من الغدايه لانه لو توزع الان احنا اقترحنا انه توزع حسب الطلب. اكو واحد يقول لك اعطيني سوينا دراسه فيه جميله